Ecuador. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نبتدي بقى إن شاء الله زي السلام ما عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة، معلش قبل ما نبدأ. أيوه دكتور، هل في مثلا كتاب ممكن حضرتك تنصحنا بيه إن احنا الحاجات دي مثلا موجودة فيه أو كده نذاكر منه؟ طبعا في كتب كتيرة، بس اصل انا الكورس حاليا كان يعني واخد بيت اند بيسز، يعني كنت الاول شغال ايمج بروسيسنج، فكنت انا بعت لكم اوريدي لينك او اتنين لكتب بتاعت ايمج بروسيسنج. لو تفتكروا في اول محاضرة خالص كان في لينكين لكتب بتاع ايمج بروسيسنج كويسين جدا. تمام، ده على الواتساب يا دكتور، لا في السلايدز، في السلايدز. موجودين في تمام السلايدز بتاعت أول محاضرة. إيه يعني ممكن، أنا مش عايز، بس لو بصيت في أول محاضرة كده هتلاقي السلايدز فيها I think كان فيها بس أنا عايز أسترجع الحاجة بتاعت أول كام محاضرة عشان أعرف أحل أو بص التاسك. أنا فتحت أهو أول محاضرة. تمام. إيه أدي الكتاب ده بتاع زيليسكي، ده كويس جدا بتاع كمبيوتر فيجن. ده تمام. هتلاقي الحاجات اللي خاصه بالكمبيوتر فيجن. في برضه كورس كامل بتاع الدكتوره اسمها ليندا شابيرو، دي شاطره جدا في الكمبيوتر فيجن، واعتقد ده 2018 بروبلي، عملت فيرجن اجدد كمان، يعني في بروبلي بتاع 2020 2021 كان موجود. اوكي دول كلهم كانوا كمبيوتر فيجن، بس داخل فيهم حاجات ماشين ليرنينج. اخر واحد ده كورس كويس قوي بتاع نيورال نتوركس وديب نيورال نتوركس، يعني دول الحاجات اللي انا شايف ان هم قريبين قوي من الشغل بتاعنا، وفيهم معلومات مهمه جدا. لكن الفكره انه الديبندز الواحد هيبص الموضوع ازاي، يعني في كتب مثلا بقى فيها ثيوري كتير قوي وماث كتير قوي، في كتب تانية بتبقى مور بروجرامينج اورينتد. فبص على الريفرنسز دول، لو حسيت ان هما مش كفاية قول لي. خلاص تمام يا دكتور، شكرا لك. بالنسبة للنيورال نتوركس، النيورال نتوركس طبعا احنا من المرة اللي فاتت والمرة دي وكده شغالين في الجزء الأساسي بتاع النيورال نتوركس، اللي هو الجزء اللي في الأول، اللي هو البرسبترون والمالتي لير برسبترون والتراديشنال، ده التراديشنال ماشين ليرنينج او تراديشنال نيورال نتورك تكنيكس. دي طبعا في منها يعني في عشرات الكتب او اكتر من عشرات الكتب وتيوتوريالز اونلاين وحاجات كده كتير جدا، فاي حاجه منهم هتبقى اوكي. يعني انت بس دور على بيرسبترون ليرنينج مثلا، المالتي لير بيرسبترون، الحاجات دي كلها، اي حاجه من الحاجات دي هتخش عليها وتبص عليها اي ثينك ات ويل بي اوكي. يعني خلاص تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. في كتاب اللي هو بياخدوه في الاندر جراديوت، لو عرفتوا توصلوا له هتلاقوه عندكم ممكن في المكتبه، اللي هو بتاع في البرزنتيشن برضو يا دكتور؟ لا ده كتاب اللي هو في ماده كورس نيورال نتورك في كمبيوتر انجينيرنج، ماده اللي هي كودها سي سي 524. احنا بس عشان كمبيوتر ساينس فما نعرفهاش. انتوا ما عندكوش كمبيوتر انجينيرنج في اسوان؟ لا لا، ما فيش، احنا كلنا كمبيوتر ساينس. انا عارف لو في اسوان هندسه، في هندسة بس ما فيش كمبيوتر، اتصالات في اتصالات ماشي، اتصالات الماده دي وميكانيكا عندهم، بس. الماده دي الكتف في اتصالات برضو، خلي بالك ماده نيورال الكتف في اتصالات، نيورال ماده ممكن النيورال نجيبها من ويب سايت الأكاديمية بقى. بالظبط. الفكره بس انا بقوله ايه، انه في كتاب بيتاخد عندهم بيستلموه، او يعني بيبقى موجود، يعني المفروض ان هم يستلموه.
فالكتاب بتاع نيورال انا بس مش فاكر اسم المؤلف دلوقتي، ده كان يعني ميزته ان هو داخل في جميع انواع النيورال نتوركس، فكتاب يعني very comprehensive يعني. تمام يا دكتور. طيب زي ما شفنا المره اللي فاتت، وهنراجع بسرعه مع بعض، هنعمل ريفيو للليكتشر اللي فاتت ان شاء الله. يعني ممكن نخلي السلايد دي متاخره شويه. لو نفتكر المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على ايه، لقينا انه النيورال نتوركس لما بدات بحاجه اسمها البرسبترون، والبرسبترون لقينا انه عملوا له ليرنينج الجوريزم عشان نستخدمه ككلاسيفاير، ان احنا بندخل له الاكزامبلز اللي هم الانبوت باترنز بتوعنا، اللي احنا طبعا عارفين الليبل بتاع كل واحد منهم، ده كلاس 1 ده كلاس 2 وهكذا، وبيتعلم باستخدام الاستوكاستيك جريدينت ديسنت الجوريزم. وشفنا لما يكون البرسبترون عنده سنجل اوتبوت واحد بس، لما يكون الاوتبوت ده لينير، وبعدين خلينا معاه اللينير حطينا معاه السيجمويد، وبعدين شفنا لو عندي مالتيبل اوتبوتس بنحط حاجه اسمها السوفت ماكس، وشفنا الليرنينج الجوريزم في الحالات كلها، وبصينا على ان انا بعمل مينيمم سكويرد ايرور، او لما غيرنا المينيمم سكويرد ايرور وبقينا معظم الناس بتستخدم دلوقتي الماكسيمم كروس انتروبي، لانها بتحسن في المعادلات بتقلل لي بعض المشاكل اللي كانت موجوده في المعادلات. فلو بص دي مراجعه يعني للمحاضره اللي فاتت، قال لي برسبترون لو عنده مثلا تو انبوتس يعني تو فيتشرز بس ان جنرال طبعا ممكن يبقى عنده اي عدد من الفيتشرز اللي انت مستخدمها، والمعادله بتاعت السميشن بيعمل سميشن بيطرح لثريشولد وبعدين بيخش على نون لينير فانكشن اللي هي سيجمويد او تانش او زي بعد كده هنشوف في حاجات تانية. السيجمويد ده بشكل عام كده، دي كانها ابروكسيميشن للهارد ليميتنج فانكشن، وبيبقى عندي تريننج داتا، تريننج اكزامبلز زي مثلا ان اكزامبلز، كل اكزامبل عنده مجموعه فيتشرز، هنا مثلا عندي تو فيتشرز في كل اكزامبل اكس 1 واكس 2، وكل اكزامبل انت بتبقى المفروض عارف التارجت بتاعه، كلاس 1 يبقى التارجت بواحد، كلاس 2 يبقى التارجت بزيرو. بنمينيمايز السكويرد ايرور باستخدام المعادله القديمه اللي هي بقى لها سنين طويله من 1847 تقريبا، اللي هي معادله الجريدينت ليرنينج، تعالى عليها جريدينت ديسنت، وشرحنا ليه اسمها جريدينت، بنستخدم فيها التفاضل اللي هو جريدينت اللي هو الميل بتاع المماس للمنحنى، والديسنت لان اشاره الناقص فبتمينيمايز الايرور وذ ريسبكت للويتس، يعني بنقعد نغير في الويتس لحد ما كل مره بنغير في الويتس الايرور المفروض انه بينزل معاك لحد ما توصل لنقطه الافضل نقطه عندك او افضل قيم للويتس اللي تدي لك اقل ايرور. وده هو الهدف من الليرنينج عموما، يعني الليرنينج عموما في كل الماشين ليرنينج تكنيكس تقريبا ان احنا بيبقى عندنا كوست فانكشن او اوبجكتيف فانكشن بنحاول نعملها مينيمايزيشن او ماكسمايزيشن على حسب انت معرفها ازاي. وقلنا طبعا اختيارك للايتا اللي هو الليرنينج ريت ده كريتيكال مهم، لانه لو الليرنينج ريت از تو هاي السيستم هيوسيليت مش هيكونفرج، لو الايتا تو سمول السيستم هيوصل بس هياخد وقت طويل جدا. واثبتنا المعادلات بتاعت الليرنينج، وطلعنا دي المعادله الاساسيه لما يكون مستخدم سيجمويد ومينيمم سكويرد ايرور، وبعدين بعد كده قلنا في الكروس انتروبي ان احنا ممكن نريبريزنت او نانتربريت نعمل انتربريتيشن للاوتبوتس الواي كانها بروبابيلتي بتاعت كلاس 1، وواحد ناقص واي هي البروبابيلتي بتاعت كلاس 2، يبقى احنا في كل الداتا بتاعت كلاس 1 بنماكسمايز لوج واي، وكل الداتا بتاعت كلاس 2 بنماكسمايز لوج واحد ناقص واي. فديس از كولد ماكسيمم انتروبي كوست فانكشن، وفي الحاله دي طبعا الاستوكاستيك جريدينت ليرنينج بيبقى اشاره زائد بدل ناقص، لان احنا هنا بنماكسمايز، وبتطلع لي النتيجه ما فيهاش بقى الواي في واحد ناقص واي دي اللي كانت ظهرت في المينيمم سكويرد ايرور، في الماكسيمم انتروبي ما بقتش موجود.
وطبعا شفنا البرسبترون اللي عنده مالتيبل اوتبوتس وسميناه اللوجيستيك ريجريشن، اسمه اللوجيستيك ريجريشن نتورك. وبعدين بعد كده اتكلمنا على البرسبترون ديسيجن باوندري، قلنا ان المعادله بتاعت الديسيجن باوندري بتاع البرسبترون هي معادله خط مستقيم اللي هو شكله عامل كده. طبعا شكله مش شرط يعني يبقى ميله كده، ممكن يبقى ميله الناحيه الثانيه، ممكن يبقى افقي او راسي او باي ميل مختلف. المعادله في الحاله السيمبل دي لو عندي تو فيتشرز وثريشولد يبقى المعادله فيها W1 و W2 فيها سيتا بالتغيير. الليرنينج يعني ايه؟ بيعمل ايه الليرنينج؟ الليرنينج ان انا بقعد اغير W1 و W2 سيتا ساتش ذات ان الخط ده يقعد مكانه يتغير علشان يقدر يفصل ما بين التريننج داتا بتاعت كلاس 1 وكلاس 2. فلو كانت التريننج داتا اللي عندي اصلا كان بي سيبريتد باي ستريت لاين يبقى البرسبترون هيحلها. ودي بيبقى اسمها لينيرلي سيبرابل بروبلم. يبقى البرسبترون از ا لينير ماشين، اتس ا لينير كلاسيفاير، يقدر فقط يحل لينيرلي سيبرابل بروبلمز بغض النظر عن عدد فيتشرز، سواء لو تو فيتشرز بيطلع خط مستقيم، لو ثري فيتشرز بيطلع بلين، لو مور ذان ثري فيتشرز بيعمل حاجه اسمها هايبر بلين مش هنعرف نشوفها طبعا بعينينا. بس في النهايه المشكله ان هو اتس ا لينير كلاسيفاير او لينير ماشين. فجم الناس اللي عملوا الكتاب بتاع البرسبترونز مينسكي وبابرت عملوا قال لك ده مش عارف يحل الاكس اور بروبلم. الاكس اور بروبلم كانت مشهوره طبعا في الوقت ده ان هي الديجيتال لوجيك جيتس بتعرف تحلها. فالبرسبترون مش عارف يتعلمها لانه دي ما بتتحلش بخط مستقيم، دي عايزه اكتر من ديسيجن باوندري يعني، او عايزه ديسيجن باوندري يكون له شكل كيرف. بس جم ناس بعد كده وحلوها بثلاثه برسبترونز، ده اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. البرسبترون الاولاني بيعمل مثلا ديسيجن باوندري كده، البرسبترون الثاني بيعمل ديسيجن باوندري كده، ولما نسقط النقط دي في السبيس الجديد اللي هم الاربع نقط اللي عندنا A1 و A2 دول تبع نفس الكلاس، و B1 و B2 نفس الكلاس، لما بسقطهم في السبيس الجديد اللي هو الاوتبوت بتاع النيورونز دول او اوتبوت بتاع البرسبترونز، بلاقي ان البروبلم اصبحت لينير هنا. فطالما بقت لينير هنا يبقى خلاص ادخلها على برسبترون ثالث والبروبلم كانت تتحل. يبقى كده البروبلم على بعضها اتحلت. اوكي لحد كده وصلنا. الكلام ده قلنا زي ما كنا قلنا المره اللي فاتت، الكلام ده ايه؟ فيه ميزات وعيوب. الميزه ان انت كده عرفت انك ممكن تحل الاكس اور بمجموعه برسبترونز. العيب ان مفيش ليرنينج الجوريزم، ما طلعناش ليرنينج الجوريزم، احنا حليناها بالنظر. لحد ما جم ناس بقى في 1987 تقريبا اللي هو جيفري هينتون وديفيد رومل هارت ومعاهم واحد اسمه يان ليكون واخرين، وعملوا كتاب كان تو فوليومز اسمه بي دي بي بارلل ديستريبيوتد بروسيسنج. حطوا فيه موديل او يعني من ضمن الشابترز اللي فيه كان موديل اسمه المالتي لاير برسبترون. ده طبعا عمل ضجه رهيبه في الفيلد بتاع الاي اي والماشين ليرنينج، وكان هو التوب يعني، هو الناس كلها شغاله فيه مثلا 10 سنين من 1987 لحد 1997 تقريبا، ما كانش في حد بيشتغل او كان ده يعني 99% من الناس بتشتغل بالمالتي لاير برسبترون. بعد كده زي ما هنشوف ان شاء الله في الكورس، في الفتره بتاعت 1995 96 طلع حاجه اسمها السبورت فيكتور ماشين، وبعدين الديسيجن تريز والراندوم فورست. الحاجات دي كلها كانت ايه؟ ابتدت تكمبيت تتنافس بقوه مع المالتي لاير برسبترون. بس هو قعده بتاع 10 سنين كده كانه هو الناس كلها شغاله بيه وهو ده اللي كل البيبرز بتشتغل بيه يعني. الميزه بتاعته ايه؟ ان هو نتيجه انه مالتي لاير برسبترون حاجه شبه الاستراكشر ده كده بس مور جنرال، بيقدر يحل لك اي نون لينير بروبلم. يبقى خلاص انت تغلبت على مشكله البرسبترون ان هو كان لينير. المالتي لاير برسبترون ده يقدر يحل الاكس اور، يحل اي حاجه شبه الاكس اور او اصعب حتى. وكمان هم عملوا له ليرنينج الجوريزم في الكتاب ده، طلعوا له ليرنينج الجوريزم بتاعه اللي هو سموه في الحاله دي الباك بروباجيشن ليرنينج الجوريزم. It is simply a stochastic gradient descent برضه، بس باستخدام شويه كليفر كالكولس. عشان في ناس كتيره بتسال احنا الكالكولس ده بنتعلمه ليه والالجبرا بنتعلمها ليه والحاجات دي. طبعا الكالكولس هو اساس الاي اي يعني،
او مش هقول اي اي الكالكولس اساس النيورال نتوركس. يعني كل النيورال نتوركس كل الالجوريزمز الجديده شغاله بان انت عندك كوست فانكشن بتعملها مينيمايزيشن او ماكسمايزيشن وغالبا باستخدام جريديانت ديسنت. فالجريديانت ديسنت زي ما انت شفته تفاضل، فعشان كده الكالكولس او التفاضل مهم جدا. الالجبرا طبعا مهمه لما يكون عندك سيستم اوف ايكويشنز وعايز تحلها، فبتستخدم الطرق بتاعت الجبر يعني الجبر. طيب ايه بقى شكل المالتي لاير سبترون؟ ادي شكل جنرال ايديا للمالتي لاير سبترون. اول حاجه عندك الانبوتس، الانبوت فيكتور اللي داخل. الانبوت فيكتور دي الاكزامبلز او الفيكتورز احنا بندخلها. كل انبوت فيكتور انت يعني صوره مثلا مطلع منها فيكتور اوف فيتشرز، او بني ادم جاي لك مطلع منه فيكتور اوف ميجرمنتس وهكذا. يبقى انت عندك الانبوت عباره عن الانبوت فيكتور اللي هو في مثلا ام فيتشرز، كل فيكتور فيه ام فيتشرز، يعني كل اكزامبل بيجي لك عنده ام فيتشرز. عدد الفيتشرز دول مين اللي بيختارهم؟ انت كيوزر اللي بتختار عدد الفيتشرز. انت اللي عملت ديزاين الابلكيشن، انت اللي بتشوف لو دي مثلا صور فانت اللي بتختار نوع الفيتشرز اللي انت هتستخدمه، زي الحاجات اللي احنا شفناها في المحاضرات اللي فات كلها الدي سي تي والحاجات اللي والكالر فيتشرز والسيفت فيتشرز اند سو اون. فبتطلع فيتشر فيكتور لكل اكزامبل عندك، سواء كانت الاكزامبلز دي صور او سبيتش اوديو مثلا او داتا بتاعت بني ادمين او دوكيومنتس اند سو اون. وبعدين المنظر ده اللي انتم شايفينه اللي حلوا بيه الاكس اور كان ده الانبوت اهو. وبعدين كان عندك هنا تقدر تقول عليها لاير اوف نيورونز، يعني كان عندك هنا مثلا انت كنت حاطط تو نيورونز اكشوالي انت مسميهم، كنا مسمينهم بيرسبترونز، بيرسبترون الاولاني بيرسبترون الثاني. من هنا ورايح هنرجع نسميهم نيورونز ثاني، فبنقول ان انت عندك هنا لاير كان فيها تو نيورونز وبعدين داخل على اوتبوت لاير فيها 1 نيورون. طب ليه 2 نيورونز؟ 2 نيورونز هنا لان احنا كنا عارفين البروبلم بتاعتنا بالنظر تتحل 2 نيورونز. طب افرض احنا مش شايفين البروبلم بتاعتنا اصلا، يبقى انت هنا محتاج تحط عدد نيورونز اربيتري، يعني تحط عدد كبير بدرجه كافيه انه يحل لك البروبلم. طب هتعرف العدد ده ازاي؟ للاسف مفيش معادله، ملوش يعني فورمولا تقدر تعرف بيها. ده بيعتمد على هل البروبلم صعبه ولا سهله، الديستريبيوشن بتاعت كل كلاس عامله ازاي، الدايمنشن عدد الفيتشرز اللي موجوده قد ايه. فعدد النيورونز ده بيتجاب باي ترايل اند ايرور. يبقى اول حاجه عدد الفيتشرز انت بتحدده ك يوزر، وبعدين اول هيدن لاير بنسميها هيدن لاير. يبقى اول هيدن لاير فيها مجموعه نيورونز، هنسمي العدد ده مثلا اتش 1. يبقى عندك هنا اتش 1 نيورونز، كل نيورون منهم اللي هو العادي كانه بيرسبترون، يعني كل واحد من دول از جاست ا بيرسبترون عباره عن سميشن بعدها سيجمويد. اوكي يبقى انت عندك هنا اتش 1 نيورونز، وبعدين الاوتبوتس بتاعتهم طالعه. اللي احنا كنا شفناه هنا ان الاوتبوت دي كانت بتخش على الاوتبوت نيورون على طول، بس في لما المالتي لاير بيرسبترون طلع قال لك انه في بعض البروبلمز وان هيدن لاير may not be enough، فبتحتاج لتو هيدن لايرز. يعني اول هيدن لاير اوف نيورونز الاوتبوتس بتاعتها داخله كانبوتس للهيدن نيورون اللي بعدها. انت هنا مثلا عندك اتش 1 نيورونز 20 نيورون مثلا، وهنا مثلا عندك 10. اوكي فكل نيورون كل واحد من الاوتبوتس دول داخل على كل دول، عشان كده بنقول دي this is a fully connected layer. اما انت مثلا عندك هنا نفترض 60 انبوت، يعني الفيتشر فيكتور فيه 60 وعندك هنا 20 نيورون، يبقى عندك كام ويت هنا؟ 60 في 20، كل انبوت من دول داخل على عنده سلك كده طالع منه، ويت طالع منه على كل واحد من النيورونز دول، يبقى 60 في 20 ب 1200. عندك هنا 1200 ويت مثلا، وبعدين هنا عندك 20 نيورون وهنا في 10 نيورونز، يبقى في دي برضه فولي كونكتد لاير، يبقى فيها كام ويت؟ 20 في 10 ب 200 ويت. طيب وبعد كده ال 10 دول مثلا كل اوتبوت طالع منهم داخل برضو على كل الاوتبوت نيورونز،
طب عندك كام اوتبوت نيورون؟ الاوتبوت لاير بقى اللي هما النيورونز اللي هما بيطلعوا لك الاوتبوت النهائي. لو كان عندك لو انت بتحل بروبلم باينري كلاسيفيكيشن بروبلم يعني فيها تو كلاسز بس، يبقى انت محتاج كام اوتبوت؟ حد يقول لي كده يا جماعه؟ لو انت بتحل بروبلم فيها تو كلاسز يبقى هاو ماني اوتبوتس ار اوكي؟ اثنين يا دكتور. لا واحد. هو يا دكتور كام انبوت معلش؟ بغض النظر كام انبوت؟ هو لازم يطلع واحد بس. كلاس. انا بقول لو انت عندك بروبلم فيها كلاسز هتبقى واحد. واحد. اوتبوت واحد. انت عايز تعرف الشخص اللي دخل ده سليم ولا عيان؟ يعني تو كلاسز يبقى اوتبوت واحد كفايه. لان الاوتبوت واحد لو طلع هاي يبقى كلاس 1، لو طلع لو يبقى كلاس 2. طب ممكن هل ممكن تستخدم تو اوتبوتس؟ ماشي ممكن تستخدم تو اوتبوتس. في الحاله دي هتستخدم سوفت ماكس، بس التو اوتبوتس دول مجموعهم بواحد، فهي هي يعني ات ويل بي ذا سيم، هيبقى الثاني ريدندنت. الاوتبوت الثاني ريدندنت في الحاله دي. امتى انت محتاج تستخدم اوتبوتس بقى كثيره؟ لما يكون عدد الكلاسز اكتر من اثنين. مالتي لايرز او مالتي كلاس. وانس ان عدد الكلاسز. اتفضل يا دكتور. اتفضل. نعم يا جماعه. كنت هسال حضرتك ايه السوفت ماكس ده بس. انت كنت موجود المره اللي فاتت؟ اه كنت موجود. احنا مش شرحناه المره اللي فاتت يا جماعه ولا ايه؟ عارف ممكن اكون انا نسيت يعني. انا ما ذاكرتش بصراحه المحاضره اللي فاتت. احنا شرحنا سوفت ماكس متهيألي. سوفت ماكس السلايد دي كنا اتكلمنا عليها، السوفت ماكس لاير. وقلنا النورمالايز لاير عشان بتخلي مجموع الاوبس كلهم بواحد. شرحناها المره اللي فاتت. تمام يا دكتور. فامتى يبقى انت لو عندك ثلاثه كلاسز، يعني لو البروبلم بتاعتك فيها ثلاثه كلاسز او اكتر، يبقى بتخلي اوتبوت لكل كلاس، بحيث ان انت وانت بتعلم السيستم لو مدخل اكزامبل من كلاس 1 فانت بتقول له يبقى واي 1 هاي والباقي كله لو. لو مدخل اكزامبل من كلاس 2 يبقى واي 2 هاي والباقي كله لو، وهكذا زي ما احنا قلناها المره اللي فاتت على البرسبترون اللي عنده مالتيبل اوتبوتس، نفس الفكره بالظبط. لما المالتي لاير برسبترون طلع ما كانوش لسه اخترعوا السوفت ماكس، ما كانوش لسه اخترعوا حته انك انت تحط هنا نورمالايزنج لاير، ده كان مجرد ان كل اوتبوت شغال مع يعني ايه مش نورمالايز مع بعض، ما بنعملش بين نورمالايزيشن. لكن دلوقتي لما هتعمل مالتي لاير برسبترون في المات لاب حتى الكوماند اسمه باترن نت، ده اوتوماتيكلي بيعمل لك سوفت ماكس. يعني انت عملت مالتي لاير برسبترون وعندك مثلا 10 كلاسز، هو اوتوماتيكلي بيحط لك سوفت ماكس لاير، ده باي ديفولت يعني. طيب يبقى احنا كده عندنا ايه؟ نرجع تاني نقول عدد الفيتشرز ده انت اللي بتختاره من الابلكيشن بتاعك. زي ما ممكن النهارده نشوف كده ابلكيشن مثلا نعمل فيس ريكوجنيشن، فهتختار مثلا من كل صوره 64 فيتشر مثلا، وبعدين عدد النيورونز بقى اللي هنا واللي هنا. يا ترى العدد ده هنجيبه ازاي؟ هنعرفه ازاي؟ هنعرفه باي ترايل اند ايرور، بالتجربه. للاسف ملوش معادله، ملوش يعني حاجه واضحه اقدر احدده بيها زي ما قلت لكم. طيب امال ايه الحل؟ اجيبه ازاي؟ باستخدام كروس فاليديشن. لازم استخدم الفكره بتاعت الكروس فاليديشن. ما هي الفكره بتاعت الكروس فاليديشن؟ الكروس فاليديشن ايوه. هو انا كنت يعني هجرب اقول يعني اتفضلي. انا فاهمها على كي كروس فاليديشن صح يا دكتور؟ هي في حاجه اسمها الكي فولد. الكي فولد كروس فاليديشن. دي معلش انا اسف، هو اختلط علي يعني. لا اتس اوكي. انا هشرحها بقى دلوقتي بالتفصيل اكتر، يعني اتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. فكره الكروس فاليديشن مبدئيا وليه بنستعملها؟ اولا
ليه بنستعملها؟ لان انت لو انت هتقيس البرفورمانس بتاع السيستم بتاعك على التريننج داتا هيبقى القياس ده خادع جدا. كل ما هتترين اكتر على التريننج داتا كل ما السيستم بتاعك هيدي نتائج افضل. وكمان كل ما انت جبت نيورال نتورك فيها عدد نيورونز وعدد ويتس اكبر كل ما هتتعلم التريننج داتا بصوره اقوى. يعني كل ما انت هتقول مثلا انا مش هجيب هنا 20 نيورون و10 هجيب هنا مثلا 200 نيورون وهنا 100 نيورون وخليها بقى تتعلم. ماشي هتتعلم هتدي لك على التريننج داتا 100%. هل معنى كده لما اديت لك على التريننج داتا 100% لما تيجي تعملها تيستينج على داتا جديده ما شفتهاش قبل كده هل هتطلع هل ده ضمانه تطلع نتائج كويسه؟ لا 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 بالعكس ده في احتمال كبير ان النتورك بتاعتك لما تطلع نتيجة كويسة قوي في التريننج ان هي تطلع نتيجة وحشة في التستنج. ايه السبب؟ السبب ان اللي حصل ده دي حاجة اسمها اوفر تريننج او اوفر فيتنج. الاوفر فيتنج والاوفر تريننج، الاوفر فيتنج معناه ان النتورك بتاعتك is too complex، عدد الويتس اللي فيها اكتر من المطلوب فعملت لك فيتنج قوي قوي للتريننج داتا. كأنك انت عندك يعني داتا فيها نويز وانت الكيرف بتاعك ماشي ورا الداتا نقطه نقطه عمال يجيب لك كل النقط اللي عندك بما فيها النويز. وطبعا دي ممكن تبقى مشكله. يعني انا كنت مصورها عامل كده زي اكزامبل اي هوب انه يفهمكم الفكره بتاعت الريجولاريزيشن او يعني المشكله بتبقى فين. دكتور هو الاوفر فيتنج زي ما يكون هو اوريدي عارف كل الداتا صح كده؟ يعني عشان كده يعني ايه اوريدي عارف كل الداتا؟ يعني كانه كان عارف كل يعني ما كانش فيه تريننج اصلا. لا فاداله الميجرمنتس كلها ايديال يعني 100% لان هو اوريدي عارف الداتا دي صح كده؟ هو هيعرف الداتا منين من غير تريننج؟ يعني بصي خلينا نرجع خطوه. انا دلوقتي عندي تريننج داتا دي البدايه دايما ان انا ببقى عندي تريننج داتا فانا همسك التريننج داتا دي ودلوقتي عايز اعمل تريننج لموديل. لو انا جبت موديل التريننج داتا بتاعتي مثلا حاجه زي الاكس اور بروبلم او حاجه يعني لو انا جبت موديل تو سيمبل زي البرسبترون كده هيحصل عندي حاجه اسمها اندر فيتنج. اندر فيتنج يعني الموديل مش قادر يموديل التريننج داتا. الموديل اضعف من ان هو يقدر يعمل فيتنج للتريننج داتا. ده اسمه اندر فيتنج. هلاقي ان الايرور عندي مش راضي ينزل. يعني الايرور على التريننج داتا نفسها الايرور بيوصل لحد معين ومهما عملت مش قادر ينزل لان الموديل مش قوي بدرجه كافيه ان هو يقدر يفك طلاسم التريننج داتا. طب دي حاجه. العكس بتاعها اللي هو اوفر فيتنج. الاوفر فيتنج اللي هو ايه؟ ان الداتا بتاعتي ممكن تبقى سهله او عاديه بس الموديل بتاعي از تو كومبلكس كاني بحاول اموت دبانه مثلا بمدفع رشاش. يبقى اسمه اوفر كيلينج او اوفر فيتنج ان انا الموديل بتاعي از تو كومبلكس از تو باورفول. طب هل دي حاجه وحشه؟ المشكله ان دي حاجه وحشه اتعمل فيها شغل كتير جدا عبر مثلا ال 50 60 سنه اللي فاتوا وطلع حاجه اسمها الاوكام ريزر رول والبارسيموني برينسيبل اللي بيقول لك انه افضل موديل هو لو انا عندي مثلا 10 مودلز ال 10 مودلز قادرين ان هو يعملوا فيتنج للداتا اختار ابسط واحد فيهم اختار السمبلست وان اختار الوان اللي هو عنده اقل عدد من البارامترز ده هيدي لك احسن بيرفورمانس على الداتا اللي انت ما شفتهاش. البيرفورمانس على الداتا اللي انت ما شفتهاش اسمه الجنراليزيشن كابابيليتي بتاعت الموديل. هل الموديل قادر يجنراليز كويس ولا لا؟ انا صورت يعني الموضوع ده حاولت اشرحه لطلبه هندسه. طبعا هو فيه سلايدز يعني كتيره ومحاضرات كتيره في الحته دي. تعالوا بصوا على الداتا اللي قدامنا دي. انتوا عارفين في بروبلم اسمها كيرف فيتنج. كيرف فيتنج ان انا عندي اكس وواي وعايز امشي ما بينهم كيرف. فنفترض ان انا عندي اكس وواي ادي النقط دي هي التريننج داتا اللي عندي. طيب وانا بقول اعمل لي كيرف فيتنج. الكيرف فيتنج ده انتوا خدتوه اكيد في النيوميريكال او يعني في حاجات كتيره قبل كده.
في واحد مخه يقول لك انا راجل سيمبل، انا شخص سيمبل جدا، انا هستخدم موديل من الدرجه الاولى، يعني بيعمل ستريت لاين. الموديل ستريت لاين هيمشي كده، يعني الخط المنقط ده، هل الخط المنقط اللي انا عملته ده هل عدى على ولا نقطه في تريننج ديتا؟ لا، ده مشي في وسطيهم. يعني معنى كده ان الايرور في التريننج ديتا نسبيا كبير، يعني في نقط دايما في عنده ايرور في تريننج ديتا، يعني دايما هو مش ماشي ورا تريننج ديتا بيرفكت، عنده هنا في شويه ايرور، هنا في شويه ايرور، وهكذا. بس الميزه بتاعته ايه؟ ان لما يجي لي نقطه جديده هيديني بيرفورمانس، هيديني بريدكشن كويس، مش هيشت بعيد. بينما واحد تاني قالك لا انا هجيب موديل مثلا من الدرجه السابعه، يعني موديل باورفول جدا، ده ايه مشكلته؟ الموديل اللي من الدرجه السابعه هيجي يعمل كيرف، هيأوسيليت، هيمشي ورا كل نقطه، فهيجي على النقطه دي يعدي عليها، وبعدين يجي يعدي على دي، وبعدين ينزل ويعدي على دي، يفضل يطلع وينزل يطلع وينزل بطريقه أوسيلاتوري. فمثلا ممكن وانت بقى عندك نقطه جديده هنا يقوم مديك بريدكشن عالي جدا، اعلى كتير من الحقيقه او اقل كتير من الحقيقه، بيعمل اوفر شوتنج. هو دي فكره الاوفر فيتنج، ان الاوفر فيتنج انت بتعمل موديلنج للتريننج داتا تو بيرفكت. طب التريننج داتا اصلا دايما فيها نويز، يبقى انت كانك بتعمل موديلنج للنويز اللي في الداتا، او يور تراينج تو فيت ذا داتا تو ماتش. زي ما واحد مثلا مديله زي مساله بارقام معينه، فحفظ الارقام دي صم، يعني قاعد يذاكر في نفس المساله طول الليل وحفظ الارقام اللي فيها 100% صم. لو جات له مساله تاني يوم بارقام مختلفه شويه ممكن يتلخبط، يقول لك لا انا ما اعرفهاش. فدي المشكله بتاعت يعني دي مشكله الاوفر فيتنج والاوفر تريننج. الاوفر فيتنج ان الموديل يبقى في عدد بارامترز اكتر من اللي انت محتاجها، فيبتدي يعمل فيتنج للتريننج داتا تو ماتش، ولما يجي يعمل تيستنج للتيست داتا يطلع نتائج نويز، يطلع فيها اوسيليشنز عاليه، يطلع فيها نتائج غلط كتير. الاوفر تريننج ان انت الموديل بتاعك يترين تو ماتش على تريننج داتا، تفضل ترن ايتريشن ورا ايتريشن ورا ايتريشن، عدد كبير زياده عن اللزوم الايتريشنز، يعني تقعد تنزل الايرور على تريننج داتا تو ماتش لحد ما برضه يحصل له اوفر فيتنج او اوفر تريننج. فطيب ايه الحل؟ انت دلوقتي مش عارف تختار عدد النيورونز الاكزاكت، ايه الحل؟ الحل ان انت تعمل حته الكروس فاليديشن دي. فالكروس فاليديشن هي فكرتها سهله جدا، ان انت مثلا عندك التريننج داتا اللي انت جمعتها قسمها تلتين وتلت مثلا، ده ابسط نوع، قسمها تلتين وتلت، تلات ارباع وربع، قول تلتين وتلت. هنعمل ايه؟ هقول الاول مثلا انا هختار 20 هنا 20 وهنا 10 مثلا، وهترين السيستم بالتلتين اللي عندي، وهتست على التلت اللي انا شايله على جنب، وهخزن النتيجه، وبعدين هخلي هنا بدل 20 و10 هخليه مثلا 30 و20، وبعدين مثلا 10 و5، واحط مثلا هنا 20 ومفيش هنا لاير اصلا، خلي مثلا يعني هيدن لاير واحده، اجرب كل الاركتكتشرز اللي انا عايز اجربها. في كل مره منهم هترين على التريننج ديت اللي هو التلتين دول، وهتست على التلت اللي فاضل على جنب، هتست على التلت اللي هو النتورك ما بتتعلمش عليه، وهشوف النتيجه في كل حاله، واختار الاركتكتشر اللي هيديني افضل نتيجه على التست ديت، او في الحاله دي بنسميها الفاليديشن ديت. يبقى دي فكره الفاليديشن. فالفاليديشن او الكروس فاليديشن ان انت تخلي جزء من الداتا عندك تتست عليه او تعمل عليه فاليديشن علشان تقدر تختار البيست اركتكتشر اللي انت بتعمل عليه، اللي انت بتجرب الاركتكتشرز المختلفه عليه. فاللي انا قلته ده اللي هو الفيري سيمبل كروس فاليديشن، ان انت تقسم الداتا الى تو بارتيشنز، تلتين وتلت مثلا. طيب وبعد كده الناس قالوا بس كده انت عندك برضو ممكن يبقى فيه بايس، مشكله انك انت افرض التلتين اللي انت خدتهم على جنب دول بالصدفه كانوا بالصدفة الجزء السهل من الداتا والتلت اللي فاضل الصعب، أو العكس، فأنت كده البرفورمانس مش رائع قوي. يعني ممكن أنت يتهيأ لك إن أنت عملت موديل حلو وطلعت نتائج حلوة على الفاليديشن، بينما الحقيقة مش كده. فقال لك اعمل الكي فولد. الكي فولد يعني إيه؟ لو أنا معمل مثلا ثلاثة فولد كروس فاليديشن، يعني خليت الكي بثلاثة، يبقى برضو قسم الداتا بتاعتك ثلاثة ثلاثة،
الجزء الاولاني والثاني والثالث A وB وC. قال لك تعمل ايه؟ تعمل تريننج على التلتين الاولانيين A وB وتست على C، وبعدين اعمل تريننج ل A وC وتست على B، وبعدين اعمل تريننج BC وتست على A. يبقى هتكرر هتكرر البروسيس ثلاث مرات، وخد الافرج ما بينهم واعمل الافرج ما بينهم. يبقى انت كده عملت 3 فولد كروس فاليديشن او كي فولد كروس فاليديشن. ان جنرال ممكن الكي دي تبقى 5 تبقى 10، ناس كتيره بتستخدم مثلا 10 فولد كروس فاليديشن. برضو بيعتمد على الاماونت اوف داتا اللي تحت ايدك قد ايه. طبعا الكي فولد كروس فاليديشن زي ما انتوا فهمتوا كده از مور كومبلكس، يعني بيحتاج كومبيوتيشنال او كومبيوتيشنال كوست بتاعه عالي، لانك انت بتكرر نفس البروسيس مثلا 3 مرات او 10 مرات ان سو اون. فده هو الابروتش الصح، ان الواحد يجرب ديفرنت اركيتكتشرز وكل مره يترين بجزء من الداتا ويتست على الجزء اللي هو ما عملش عليه ترين. ده كده بيديله يعني a very fair و unbiased measuring او performance indication. بيقول له اذا كان السيستم ده فعلا اتعلم كويس ولا لا، وايه الاركيتكتشر الصح اللي انت تاخده. كمان بنستخدم الكروس فاليديشن اثناء التريننج لكل سيستم. يعني انت مثلا مختار سيستم معين وبتعمل له تريننج، المفروض ان انت بعد كل ايتريشن او بعد كل عدد من الايتريشنز، مثلا بعد كل 5 ايتريشنز، تتست السيستم الليرنينج بتاعه على الفاليديشن داتا، بحيث تشوف تستوب امتى. عشان يعني زي ما قلت لكم، انت ممكن لو عملت تريننج تو ماتش يحصل اوفر تريننج، ويبقى عندك برضو باد جنراليزيشن. فيبقى انت لازم برضو تعلم السيستم او تشوف مع السيستم امتى تستوب التريننج، عند اني ايتريشن. امتى تستوب التريننج؟ لما البرفورمانس على الفاليديشن يبتدي يسوء. يعني ممكن اوريكم مثلا اكزامبلز. ممكن اوريكم مثلا اللي هي جنراليزيشن او كروس فاليديشن. مش تستر نتفرج عليها في جوجل ايمجز. ادي الشكل انا عايز اوريه. بصوا يا جماعه، شايفين المنظر اللي قدامنا ده؟ ده زي اللي انا كنت بقول لكم عليه، فكره الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. ده تريننج ايرور وده تيست ايرور او الفاليديشن ايرور. زي ما شايفين كده الموديل كومبلكستي، المحور الافقي الموديل كومبلكستي اللي هو مثلا بيعبر عن عدد الويتس او عدد النيورونز اللي عندي. كل ما زود عدد النيورونز التريننج ايرور هيفضل يقل indefinitely. يعني كل ما زود الكومبلكسيتي بتاعت الموديل، عمال ازودها ازودها ازودها، التريننج ايرور هيفضل يقل 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 الى ما لا نهايه، لحد ما ينزل الصفر. لان الموديل عمال اخلي الموديل مور اند مور اند مور فليكسيبل، فقادر ان هو يعمل فيتنج لكل نقطه في التريننج داتا. بس الخطر اللي يهمني بقى مين؟ لو انا بقى بعمل في نفس الوقت بعمل تيستينج عند كل موديل كومبلكسيتي مختلفه، بتست على التريننج وتست على الفاليديشن في الاول، وانا عمال ازود مثلا عندي 4 نيورون 6 نيورونز 10 نيورونز 12 نيورون، التريننج ايرور بيقل والفاليديشن ايرور بيقل معاه. يبقى انا كده ماشي في الاتجاه الصح لحد النقطه دي، وصلت مثلا لعدد 20 نيورون مثلا. ابتديت ازود عند 21 22 نيورون، التريننج ايرور عمال ينزل، الفاليديشن ايرور ابتدى يزيد. هو كان ابتدى يزيد مش يقل، ابتدى يزيد. معناها ايه؟ ان انا دلوقتي الموديل عندي بقى حصل له اوفر فيتنج، او زي ما انتم شايفين الاوفر فيتنج، ان الايرور على التريننج داتا بيقل بينما الايرور على التست داتا بيزيد. التست داتا هنا انا يعني اللي هي زي الفاليديشن داتا، يعني هي نفسها الفاليديشن داتا. اعتقد نفس الفكره برضو هنا، هي نفس الكيرف موديل كومبلكستي. زي ما انتم شايفين الايرور على التريننج داتا هيفضل يقل معاك الى ما لا نهايه، بس الايرور على الفاليديشن داتا
بيقعد يقل معاك وبعد كده يرجع يزيد. ممكن بقى نتفرج برضو على number of, هنا برضو number of parameters ممكن نشوفها الايه number of iterations. number of iterations اهي number of epochs. الايبوكس اللي هما الايتريشن ادي هو اكزامبل شكله ظريف. يعني هو اعتقد ممكن يكون باين هنا ده على ميديا مش هيبان للاسف. طيب هنا number of epochs. number of epochs اللي هو ايه؟ اللي هو number of iterations على training data. ال epoch هو one pass على training data. number of epochs اللي هما يعني بتعدي على training data كم مرة. في الاول السيستم لسه ما تعلمش فالايرور على training لسه عالي قوي والايرور على الفاليديشن لسه عالي قوي. وبعدين عمال 10 iteration 20 iteration 50 iteration لحد مثلا 200 iteration كان الدنيا ماشية كويس الاثنين بينزلوا. بعد كده اما زود عن كده الايرور في التريننج عمال يتحسن بس الايرور مره واحده على الفاليديشن ابتدى يزيد. لما الايرور على الفاليديشن ابتدى يزيد يبقى كده انت وصلت لنقطه الاوفر تريننج. يبقى كده از جاست رايت مكتوب لك جاست رايت يعني هنا ستوب هنا. يبقى ذس از وير يو ستوب. يبقى انت مفروض جوه الالجوريثم بتاعك بتقول له بتعمل فاليديشن تشيكس موجوده في ماتلاب وفي تنسور فلو اسمها فاليديشن تشيكس. بتعمل كذا فاليديشن تشيك لو لقيت انه في 2 3 ايتريشن ورا بعض الايرور في التريننج عمال ينزل بس الايرور في الفاليديشن عمال يزيد يبقى ستوب ارجع. يبقى ارجع 1 ايتريشن ورا وستوب على كده خلاص. يبقى ما فيش ما تزودش اكتر من كده. فارجو كده الفكره تكون وضحت ان ده دي نقطه مهمه جدا في الماشين ليرنينج عموما اللي هي نقطه حته الاوفر فيتنج والاوفر تريننج وان انا ممكن اتلافاها باستخدام الكروس فاليديشن. طبعا في طرق اخرى في طرق ان انت ممكن تدخل حاجات معينه جوه الموديل وجوه التريننج الجوريزم بتاعك اصلا تقلل لك في الايفكت بتاع الاوفر فيتنج ان انت بتعمل حاجه اسمها ريجولاريزيشن. الريجولاريزيشن دي ان شاء الله انا بنتكلم عليها. انت بتدخل حاجه اسمها ال L1 وال L2 ريجولاريزيشن دي بتحاول هي اوتوماتيكلي تنزل لك اكبر عدد ممكن من الويتس للصفر فتقلل لك عدد الويتس. طيب احنا كده شفنا ادي شكل المالتي لاب سبترون والفانكشن بتاعته اختيار النيورونز قلنا بالفاليديشن اند سو اون. ده نفس الكلام اللي مكتوب هنا انت بتستخدمه باستخدام الكروس فاليديشن وادي شرح الكروس فاليديشن اهو. فبتقسم الداتا مثلا تلتين وتلت او تستخدم كي فولد كروس فاليديشن زي مثلا 10 فولد اند سو اون. طيب تعالى بقى نبص على الليرنينج الجوريزم بتاع المالتي لاب سبترون. هتلاقي ان هو شبه جدا بتاع البرسبترون. ف فور اكزامبل ادي مالتي لاب سبترون فيري سمبل مالتي لاب سبترون. عندي الانبوت فيه تو فيتشرز X1 وX2 هيدن لاير واحده فيها ثلاثه نيورونز وداخلين على الاوتبوت نيورون. هخلي كل نود اديها رقم يبقى هنا مثلا ده 1 2 3 4 5 و6 دول الانبوتس وكل نيورون من دول عنده السميشن والسيجمويد سميشن وسيجمويد والاوتبوت نيورون برضه سميشن وسيجمويد. الاوتبوت اللي طالع بره اللي هو اسمه Y6 دي نوت 6. الواي 6 هو نفسه الواي بتاعتنا هي الواي الاوبزرفبل اللي احنا بنتفرج عليها. وبرضه ده خلينا نسال احنا ليه بنسمي دي الفيرست هيدن لاير ودي بنسميها السكند هيدن لاير. ليه مسميينهم الهيدن لاير؟ هيدن يعني حاجه مستخبيه. ليه اسمهم الهيدن لايرز؟ لانك انت لو بصيت للمالتي لاب سبترون ده كبلاك بوكس انت اللي شايفه هو الانبوتس اللي انت مدخلها والاوتبوتس اللي طالع لك في الاخر. اي حاجه جوه هيدن عشان كده بنسميهم الهيدن لايرز. تمام. وبعدين بنعمل ليرنينج ازاي؟ احنا طبعا لو عندي سنجل اوتبوت يبقى عندي تو كلاسز كويس وادي الانبوت. التريننج داتا بتاعتي كل ما بدخل اكزامبل من كلاس 1 الديزايرد بواحد وكل ما ادخل اكزامبل من كلاس 2 الديزايرد بصفر. يبقى انا عندي بعرف السكويرد ايرور
اللي هو عبارة عن دي ناقص واي كل تربيع. ده اللي هو السكويرد ايرور اللي انا عايز اعمل له مينيمايزيشن. يبقى انا عايز اعمل ليرنينج للويتس تو مينيمايز السكويرد ايرور ده. بستخدم اني معادله؟ المعادله الخالده العاديه بتاعتنا اللي هي الاستوكاستيك جريديانت ديسنت ايكويشن. طيب تعالى نمسك واحد من الويتس في الاوتبوت لاير اللي هي الاوتبوت لاير اوف ويتس اللي هم دول W63 W64 و-W65. طبعا زي ما شايفين كل ويت انا معرفه برقم النود اللي رايح لها ورقم النود اللي جاي منها W63 W64 W65. والاوتبوت ده اسمه Y3 Y4 Y5. طيب يبقى ادي معادله الايرور سكويرد ايرور، دي معادله الجريديانت ديسنت. يبقى انا عايز افاضل الايرور ده، انا هشتغل دلوقتي على W63، انا عايز اجيب معادله ال W63، يبقى محتاج اجيب تفاضل السكويرد ايرور وذ ريسبكت ل W63. طب الايرور فانكشن من واي اهو زي ما هو قدامنا، هل الواي فانكشن من W63؟ اه طبعا، اهي الواي هي عباره عن الاف اف 6 اللي هي السيجمويد، يعني السيجمويد بتاعت نود 6 بتاعت ايه؟ Y3 في W63 زائد Y4 في W64 زائد Y5 في W65، كلهم بيخشوا يتجمعوا مع بعض هنا ويخشوا على السيجمويد اهو. يبقى التفاضل ده دلوقتي بقى سهل. يبقى التفاضل ده عباره عن تفاضل الايرور بالنسبه للواي بتفاضل الواي بالنسبه لW63. تفاضل السكويرد ايرور بالنسبه للواي شفناه المره اللي فاتت كذا مره، بيطلع لي الاثنين بره واشاره ناقص، يبقى ناقص 2 في القوس. ناقص 2 في القوس. وتفاضل الواي بالنسبه ل W63، هنرجع هنا ادي الواي فانكشن من W63. لو ما عنديش النون لينير فانكشن الاف دي يبقى هيطلع لي بس الواي 3 يعني اللي هو الكونستانت اللي مضروب في الحاجه اللي انا بفضل بالنسبه لها. بس انا عندي كمان الفانكشن الاف، هيبقى عندي الاف داش، يبقى هيطلع لي الواي 3 والاف داش بتاعت اف 6. قلنا الاف داش بتاعت السيجمويد هي لو السيجمويد مطلع اوتبوت اسمه واي يبقى واي في 1 ناقص واي. يبقى عندي الواي 3 طلعت في الاف داش اللي هي واي في 1 ناقص واي. بس يبقى انا كده طلعت التفاضل، ادي اول حته فيه وادي ثاني حته فيه. هنضرب كله في بعضه وندخله في المعادله بتاعت الجريديانت ديسنت. جات لي معادله الويت اللي هو اشبه ما يمكن بالبرسبترون اللي كان قبل كده، لانه انا بتكلم هنا على الويتس اللي في الاوتبوت لاير دول هم حاسين كانهم برسبترون، بس كل واحد فيهم الانبوت بتاعه جاي من هنا Y3 Y4 Y5، بس they represent كانهم برسبترون. الصعوبه شويه هتيجي في الويتس بتوع اللايرز اللي قبل كده بقى. طيب يبقى كده جبت الايه المعادله بتاعت الليرنينج بالنسبه ل W63. طب بالنسبه ل W64 هيبقى ايه؟ يبقى W64 الجديده بتساوي W64 القديمه زائد ايتا، بدل Y3 هتبقى Y4، والحته دي زي ما هي واي في 1 ناقص واي في دي ناقص واي. طب W65 معادله W65 تبقى برضه بنفس الطريقه، W65 الجديده بتساوي قيمته القديمه مع كل ايتريشن، مع كل انبوت بدخله بحسب حساباتي كلها اطلع الوايات كلها Y3 Y4 Y5 وهتطلى الواي اللي بره الاخيره واحسب الحسبه، يبقى القيم دي كلها حسبتها وانا عارف الديزايرد. انا مثلا بدخل انبوت من كلاس 1 يعني الديزايرد بواحد، طلعت لي الواي مثلا ب 0.6 والواي 3 مثلا وات ايفر ب 0.3 وات ايفر، فبحسب الحسابات كلها واضرب في الايتا بتاعتي يبقى طلعت القيمه دي كلها كامله، اجمعها على قيمه الويت اللي كانت متخزنه عندي اللي هي اللي انا استخدمتها، اجيب القيمه الجديده، يبقى اشيل القيمه القديمه واحط القيمه الجديده، وهكذا بقى لكل ويت ايتريشن ورا ايتريشن. طيب بقى كده بصيت شفت المعادله بتاعت الليرنينج بالنسبه للويتس اللي في الاوتبوت لاير. طب بالنسبه للويتس بقى اللي في الانبوت لاير، نفترض مثلا عايزين بالنسبه ل W مثلا 52 W52 اللي هو ده W52 W51 W42 W41 W32 W31. تعالى نشوف بالنسبه ل W52، يبقى انا عايز اجيب المعادله الجريديانت ديسنت بالنسبه ل W52 اللي هي W52
الجديدة W5.2 القديمة ناقص إيتا في التفاضل الإيرور بالنسبة لل W5.2. يبقى أنا محتاج أعرف أحل دي، أجيب هذا التفاضل أو الجريديان ده. طيب السكويرد إيرور فانكشن من مين؟ فانكشن من Y. السكويرد إيرور فانكشن من Y، ال Y هنا بس ال W اللي أنا عايز أجيبه هنا. ال W اللي أنا عايز أجيبه ده W5.2 بيسمع على مين؟ بيسمع في ده في واي 5. يعني واي 5 هو اللي فانكشن مباشره من W5.2، لانه زي ما انتم شايفين واي 5 ده كانه بيرسبترون داخل له X1 في W5.1 وX2 في W5.2، داخلين مجموعين هنا وبعدين بيخشوا على السيجمويد. يبقى انا دلوقتي عايز اجيب تفاضل الايرور بالنسبه لل W5.2، بس انا شايف الايرور فانكشن من واي، الايرور فانكشن من واي، والواي فانكشن من الواي 5. الواي 5 اهي ظاهره جوه الواي. يبقى دلوقتي هيجيب تفاضل الايرور بالنسبه للواي، في تفاضل الواي بالنسبه للواي 5، في تفاضل الواي 5 بالنسبه للويت اللي انا عايزه. عشان كده اسمها باك بروباجيشن. هم عشان كده في الكتاب اللي عملوه سموها الباك بروباجيشن ليرنينج الجوريثم. يور باك بروباجيتنج ذا ايرور. It is a stochastic gradient descent. ومستخدم الكالكولس فكره التشين رول اللي هي التشين، فكرة السلسلة دي اللي هي دي. انت بتقول ايه؟ تفاضل الاير بالنسبة W5.2، تفاضل الاير بالنسبة الواي، فتفاضل الواي بالنسبة الواي 5، فتفاضل الواي 5 بالنسبة W5.2. ولو كان عندك مور اند مور لايرز هتكرر فكرة التشين بنفس الطريقة، بس بتبقى مور كومبليكيتد. يعني عشان كده مش هنعملها، ما بنعملهاش بقى بايدينا في الكورس. هي اوريدي خلاص بقت متبرمجة في كل السوفت وير تولز اللي فيها نيورال نتوركس. طب تعالى نشوف دول هنجيبهم ازاي. اول واحده احنا حافظينها خلاص، تفاضل بالنسبه للواي ايه؟ ناقص 2 في دي ناقص واي. طب تفاضل الواي بالنسبه للواي 5، احنا عارفين ان الواي هي عباره عن الاف 6 اللي هي المعادله دي، المعادله اللي عندنا دي هي نفسها اللي انا كاتبها هناك. يبقى لو انت بتفاضل واي بالنسبه للواي 5، مين الشاطر او الشاطره اللي هيقولوا لي التفاضل واي بالنسبه للواي 5 هيبقى كام؟ انا دلوقتي بفاضل واي بالنسبه للواي 5 هيطلع لي ايه التفاضل؟ بارشال ديفرنشيشن. ما تخافوش يا جماعه، هو انا ممكن احاول فيها يا دكتور. ماشي. حسب ما نفتكر يعني لو احنا بنفاضل تبع واي 5 فمثلا واي 3 في دبليو 6 3 دي هتبقى 0. تمام صح. وواي 4 دبليو 6 4 بس هنيجي عند واي 5 دي هتطلع زي ما هي، هتطلع بواحد. طب مش هي مضروبه في حاجه؟ في دبليو 6 5 يعني هتطلع ال دبليو 6 5 دي وحدها بالظبط تطلع بره. يعني كان الكونستنت المضروب في الحاجه اللي بتفاضل بالنسبه لها بيطلع لك الكونستنت بره. هو نتيجه التفاضل يعني. تمام. فالناتج دبليو 6 5 بس احنا عندنا حاجه زياده. اف 6 بالظبط. هي مش دي فانكشن ولا ايه؟ مش هيطلع الاف داش؟ الاف داش اللي هي التفاضله بتاعت الاف 6. تمام قايلينها من شويه. تمام. هي دي كونستانت ولا دي فانكشن ولا ايه؟ فانكشن فانكشن متغير. شرحناها المره اللي فاتت، قلنا زي الساين والكوساين. تمام. يعني انت لو عندك مثلا فانكشن واي بتساوي كوساين 5 اكس. تمام. فالكوساين دي زي الاف يعني. بالظبط. قول لي كده لو واي بتساوي كوساين 5 اكس التفاضل هيبقى ايه؟ التفاضل واي بالنسبه يطلع ايه؟ المفروض التفاضل الكوساين سالب ساين. تمام. و 5 اكس هي اللي جوه الكوساين ولا كام؟ هتبقى 5. بالظبط. برافو عليك. والكوساين بس تفاضل الكوساين ناقص ساين، فيعني يطلع لك سالب 5 ساين اكس. بالظبط. ماينس 5 ساين 5 اكس. تمام. نفس الفكره بالظبط هنا. اعتبر ان الاف بتاعتك دي كانها
كوساين او ساين هتبقى بدل بس احنا بنقول بقى ان الكوساين بقت ناقص ساين، الساين تبقى كوساين. دي اسمها الاف داش بتاعتها، الاف داش اللي هي التفاضله بتاعتها. تمام، يبقى كده عندك تفاضل الواي بالنسبه للواي 5 زي ما قلنا هيطلع لك الكونستانت بره اللي هو دبليو 65 في الاف داش. الاف داش بتاعت النيورون ده اللي هي الاف الاف 6 داش هي واي 1 ناقص واي. احنا قلنا انه السيجمويد الاف داش بتاعته واي 1 ناقص واي، واي 1 ناقص واي لو انت لو الاوتبوت بتاعه واي، لو الاوتبوت بتاعه مثلا اسمه زد هتبقى زد في 1 ناقص زد وهكذا. يبقى احنا كده حلينا اول جزئين، جبنا دي تفاضل اي بالنسبه لواي وجبنا تفاضل واي بالنسبه لواي 5. ناقص اجيب تفاضل واي 5 بالنسبه للدبليو 5 الويت اللي احنا مهتمين بيه. طب انا عارف ان الواي 5 هي عباره عن اف 5 دي السيجمويد بتاعه النيورون 5 اكس 1 دبليو 5 1 زد اكس 2 دبليو 5 2. جبت المعادله دي منين؟ من الرسمه. دي من الرسمه. الواي 5 هي عباره عن اكس 1 دبليو 5 1 زد اكس 2 دبليو 5 2 والاثنين داخلين المجموع داخل على السيجمويد اللي هو الاف 5. يبقى دلوقتي انا عايز افاضل واي 5 بالنسبه ل دبليو 5 2. مين الكونستانت اللي مضروب في دبليو 5 2؟ اكس 2 على بره في الاف داش. طب دي الاف داش بتاعت الاف 5 داش، الاف داش بتاعتها مين؟ واي 5 واي 5. يبقى كده الثلاث حتت اهم، ادي اول حته دي ثاني حته ودي ثالث حته، يتضربوا كلهم في بعض بالتشين رول. او جبت اول حته في ثاني حته بتاعت حته، يتضربوا كلهم في بعض ويتحطوا فين؟ في الجريدينت ايكويشن. بس لما اعمل كده يطلع لي المعادله النهائيه بتاعت الليرنينج بالنسبه ل W52. يبقى W52 جديد بيساوي القديم زائد ايتا X2 اللي هي جت من هنا، W65 اللي هي جت لي في الحته دي. X2 طبيعي انا بتكلم على W52، مين الانبوت اللي داخل له؟ X2، يبقى اكيد هو لازم يتاثر بهذا الانبوت. يعني لما يعمل ليرنينج هيبقى اكيد الانبوت اللي داخل له له الدور الاساسي في في الليرنينج ده. طيب W65 ايه دورها؟ ال W52 ده مين مين السكه اللي بتوصله للاوتبوت اصلا؟ W65 الويت ده، الويت اللي ماشي هنا W52 ده بيخش هنا وبيطلع اوتبوت هنا بيعدي في السكه دي، عشان كده W65 ظهر معاه. وبعدين الاف داش واي 5 واحد ناقص واي 5 ده النيورون اللي هو بيخش فيه. وبعدين بقى الحته اللي في الاخر اللي هي الحته دي بتبقى لكل الويتس اللي في النتورك بيظهروا لها الحته دي اللي هي دي ناقص واي 5 واحد ناقص واي. نفس اللي انا عملته ده ممكن نعمله بقى لاي ويت من من دول الستة ويتس اللي هنا، ممكن تجيب معدل W31 W32 W41 W42 وهكذا. يعني مثلا لو عايزين نجيب معدل W41 بالمثل، لو W41 يبقى W41 الجديدة بس W41 القديمة زائد ايتا، هنا هتبقى اكس ايه؟ لو W41 X2 ولا X1؟ W41 اهي X1 X1 يبقى دي هتبقى X1. ومين وال W6 كام؟ W6 4 لان انت بتتكلم على W41 تبقى W6 4 في Y4 في 1 ناقص Y4 في الحته دي زي ما هي. يبقى تدربوا كده ممكن المعادله دي تجربوا W6 سوري W5 1 W5 2 W4 1 W4 2 وهكذا W31 و W32. ماشي. بنفس الطريقه اللي احنا شفنا بيها البرسيترون، جم قال لك يا جماعه بس انت كده عندك مشكله الواي في 1 ناقص واي دي اللي هي ممكن تعمل لك فانيشنج جريدينت وتعمل لك فريزنج للليرنينج. فقالوا طب خلاص بدل ما نستخدم المينيمم سكويرد ايرور خلينا نستخدم الماكسيمم كروس انتروبي بنفس الفكره بالظبط. ف يعني انا طبعا هنتكلم على الحته دي
يبقى انت دلوقتي الماكسيمم كروس انتروبي هي اوريدي انا شرحتها قبل كده. خلينا بس لحظه واحده يا جماعه شوف انا شارحها في اي حته هنا. ماشي. طيب لو انا هستخدم ماكسيمم كروس انتروبي بدل مينيمم سكويرد ايرور، ايه الفرق اللي هيحصل في المعادله دي؟ الحاجه الوحيده اللي هتتغير ان واي في واحد ناقص واي مش موجود، ده نفس اللي احنا قلناه في البرسبترون بالظبط. يبقى الكروس انتروبي ماكسمايزيشن كل اللي بتعمله فقط ان هي بتشيل لك الواي في واحد ناقص واي، هتشيلها من المعادله دي، هتشيلها من المعادله اللي فاتت اللي هي بتاعت دي بتاعت دبليو 63، بتشيل لك واي في واحد ناقص واي. ده لو انت استخدمت ماكسيمم كروس انتروبي بدل مينيمم سكويرد ايرور. الناس بقى قعدت تشتغل بالمالتي لاب سترون ده زي ما قلت لكم لحد يومنا هذا، يعني في ناس بتشتغل بيه لحد النهارده. في الفتره الاولانيه كان لسه في حاجات كتيره مش يعني مجهوله فيه ومش معروفه فيه. مثلا موضوع الاوفر فيتنج وكده، ده الناس طبعا خدته في الاول ابتدت تكتشف فيه وابتدت تحاول تلاقي له علاج وهكذا. موضوع الليرنينج ريت، مشكله الليرنينج ريت زي ما قلنا لو الايتا صغيره زياده عن اللزوم او كبيره زياده عن اللزوم تعمل مشكله. اكتشفوا بعد كده ان انت المفروض الايتا تبقى ادابتيف، يبقى انت تستخدم ادابتيف ليرنينج ريت. وكمان اكتشفوا ان انت ممكن تستخدم ليرنينج ريت مختلف لكل ويت، يعني انت ممكن كل لاير تستخدم لها 1 ليرنينج ريت، او دلوقتي بقى كل ويت في النتورك ممكن يبقى له ليرنينج ريت بتاعته. الستوبنج كرايتيريا قلنا عليها باستخدام الكروس فاليديشن. فكان في مشاكل كتيره موجوده في المالتي لاب سترون. من ضمن المشاكل برضو ان المالتي لاب سترون لما بنبتدي نعمله ليرنينج في البدايه خالص مع اول ايتريشن، انت بتقول انت بتحط الويت الجديد بيساوي الويت القديم زائد الحته اللي هتطلع المعدات دي مثلا. طب في اول ايتريشن الويت القديم هيبقى قيمته كام؟ هتحط القيم بكام؟ لو جربت تحط كلها صفر مثلا في الاول اتس نوت جود، بتبطئ الليرنينج جدا وبتطلع نتائج وحشه. فاكتشفوا ان احسن حاجه ان انت تحطها سمول راندوم فاليوز، تختار يعني تجيب راندوم نمبر جنريتور وتحط سمول راندوم فاليوز. ف دي بتعمل لك الليرنينج بطريقه كويسه، بس في مشكله ان انت كل مره بتدوس الزرار بتاع الليرنينج بيطلع لك ممكن يطلع حل مختلف. ليه؟ لان كل مره ابتدى من نقطه مختلفه. طب ايه المشكله في ابتدى من نقطه مختلفه؟ تعالى اوريكم حاجه وهنرجع لها تاني بعدين ان شاء الله. ان المالتي لاب سترون المالتي لاب سترون الليرنينج او الايرور كيرف بتاعه شكله عامل كده. لو انت بصيت على الايرور اللي هو السكويرد ايرور او الكروس انتروبي ورسمته مع واحد من الويتس، مع اي واحد من الويتس، هتلاقي ان هو في حاجه اسمها لوكال مينيما بالمنظر ده. تعالى برضو نبص عليها في الجوجل معلش يا جماعه اللي انا عملته ده. انا عملت حاجه غلط. مفيش مشكله يا دكتور اتفضل. مش عارف اوقف البين ده اعمله ازاي. دكتور هتلاقي فوق في زوم ان انت تختاره تاني يعني. اوكي مش راضي، انا مش عارف اجيب زوم اصلا. هي بتبقى فوق كده، فوق لونها اخضر. دكتور حضرتك استخدم الت وتاب عشان تسواب بين الابلكيشن. الت وتاب. اوكي هي يا دكتور لونها اخضر دي الميتنج كنترول. طيب ثانيه واحده كده عشان
ظبط الحته دي. تمام. تمام. بصوا يا جماعه، ادي اللي انا كنت عايز اوصله لكم. ان انت في المالتي لاب سبتروم بيبقى عندك لوكال مينيما كتير، مش واحد ولا اثنين، ممكن يبقى عدد كبير جدا، ممكن مثلا يبقى حاجه عامله زي كده. فانت مثلا بدات الليرنينج من الحته دي، فممكن النتورك وهي عماله تمينيمايز الايرور ينزل هنا ويستوب هنا خلاص. اوكي. هاويفر ده مثلا، ده لو انت مثلا كنت بدات هنا، لو انت بدات هنا ممكن ينزل ويستوب هنا. This one is not good. It's not a good solution لان الايرور لسه عالي، بس النتورك بتبقى ستاك في الحته دي مش عارفه تخرج منها. لو عرفت تخرج منها هتنزل مثلا هنا، ممكن ده ما يبقاش احسن واحد، بس يعني it's not bad. بس الافضل مثلا هي تنزل تروح للبيست مينيمم. فدي طبعا ليها يعني ممكن نشوف لها، ده اسمه جلوبال مينيمم اللي هو احسن مينيمم، وكل واحد من دول اسمه لوكال مينيمم. فدي الفكره احنا بنقول عليها انه المالتي لاب سبترون مشكلته انه عنده a lot of local minimum. انت لو رسمت مع كل ويت على حده هيبقى كان عندك لوكال مينيمم. تخيل انت بترسم في دايمنشنز عندك عدد الويتس مثلا ممكن بالمئات او الالاف، فطبعا دي ممكن تبقى مشكله كبيره جدا. طيب يبقى احنا المشاكل اللي موجوده في المالتي لاب سبترون اللي هي عملت يعني قعدت مثلا من 1987 لحد ما طلع 10 15 سنه الناس عماله بتحاول تحل فيها لحد ما دخلوا في الديب ليرنينج وابتدوا يكملوا حل في المشاكل دي لحد ما اتحلت كلها تقريبا. اول حاجه زي ما قلنا موضوع الليرنينج ريت، موضوع الكروس فاليديشن ستوبنج كرايتيريا، موضوع اللوكال مينيما اللي احنا قلناه دلوقتي، ازاي تحاول تتخلص من اللوكال مينيما او تقلل الافكت بتاعها، وموضوع الفانيشنج جريدينت. كل الحاجات دي مع بعض كانت بتسبب مشاكل. اول حاجه من اكتر الحاجات اللي عملت فرق فعلا جامد في البرفورمانس حاجه اسمها الريلو. ايه بقى فكره الريلو دي؟ الريلو دي طلعت في 2010، يعني طلعت متاخر يعني من 10 سنين بس تقريبا. الريلو استخدموها بدل السيجمويد بس فقط في الهيدن لايرز، يعني ما تقدرش تستخدم الريلو في الاوتبوت لاير. الاوتبوت لاير بتاعتك لازم تبقى سيجمويد او سوفت ماكس، لكن الريلو تستخدمها فقط في الهيدن لاير، في الهيدن لاير نيورونز. بدل ما تستخدم سيجمويد تستخدم ريلو. طب ايه الميزه في حاجه زي كده؟ لو انت استخدمت الريلو، الريلو شكلها عامل كده. الريلو بتقول لك اسمها ريلو او ريلو، الريلو او ريلو بتقول لك ان انت النيورون اللي عندك لما عملت السميشن لو طلعت لك قيمه موجبه عديها زي ما هي، لو طلعت قيمه سالبه اعمل لها كات اوف طلع صفر. يبقى معنى كده ان لو السميشن موجبه بتطلع زي ما هي، لو السميشن سالبه بتطلع بزيرو مفيش. في بعض الناس حوروا في الحته دي شويه، قال لك بدل ما اطلع صفر كومبليتلي زيرو بيطلع حاجه قيم صغيره جدا، يا اما بدل الزيرو ده بيطلع قيمه بس فيري سمول، فبيسموها ليكي ريلو. كان حنفيه بتنقط ليكي، ف يعني فيها ليكج فبتطلع لك حاجه صغيره قوي. طب لو انت استخدمت الريلو بدل السيجمويد في الهيدن لاير او في الهيدن نيورونز هتغير في المعادلات ازاي؟ المعادله هتتغير ازاي؟ لو احنا استخدمنا كروس انتروبي بيشيل لك الواي 1 ناقص واي بتاعت الاوتبوت. لو استخدمت الريلو بيشيل لك الواي 5 1 ناقص الواي 5 اللي هي بتاعت الهيدن نيورونز. يبقى كده الريلو دي طبعا حسنت جامد جدا لانها بتقلل لك مشاكل الفانيشنج جريدينت، الحته بتاعت واي 1 ناقص واي دي سواء بتاعت الاوتبوت او بتاعت الهيدن نيورونز كانت بتسبب لك فانيشنج جريدينت. ليه؟
لان زي ما احنا قلنا لو الواي فايف دي في اي وقت بقت قريبه قوي من واحد او قريبه قوي من الصفر بتاخد لك الحته دي كلها، كل الليرنينج بينزل للصفر فبتبوظ الليرنينج خالص. فاستخدام الريلو قللت الحته دي ما بقتش موجوده، استخدام الكروس انتروبي قللت الحته دي او ما بقتش موجوده، فده هو اهميه الريلو. يبقى زي ما قلنا كده، لو انت استخدمت الكروس انتروبي والريلو مع بعض في الهيدن نيورونز، المعادله بتاع الدبليو 5 2 تحولت الى الواي 1 ناقص واي ما بقتش موجوده، الواي 5 1 ناقص واي ما بقتش موجوده، فاضل بس حته الاكس 2 في دبليو 6 5 في دي ناقص واي. دي كانت المعادله اتبسطت جدا وقللت لك جدا من المشاكل كانت موجوده. بس بيبقى في كونديشن ان المعادله مظبوطه كده طول ما الواي 5 اكبر من او السميشن اكبر من الصفر. لما الواي 5 اكبر من الصفر، لو السميشن طلع نيجاتيف يعني الواي 5 بصفر، الويت بيفضل ما بيتحركش، بيفضل زي ما هو. يعني الويتس الويت اللي هو دبليو 5 2 ما بيحصلوش ليرنينج غير لما الواي 5 يطلع موجب. لكن لو السميشن طالعه سالبه والواي 5 طلع بصفر، الويتس اللي كونكتد ليه بتبقى فروزن، ما بيحصلهاش ليرنينج. علشان كده دخلوا حته الليكي ريلو عشان ما الويت ما يحصلوش يعني ايه كومبليت فريزنج في اللحظه دي، يتحرك برضه بس في الاتجاه العكسي، يبقى يديك يعني يبقى عملت له افكت بس نيجاتيف افكت. يبقى دلوقتي الريلو دي كانت اول تحسين طلع على بعد يعني الكروس انتروبي والريلو الاثنين مع بعض حسنوا جامد جدا. طيب وايه كمان؟ لما عملوا الريلو، المشكله ان لما عملوا الريلو حسنت زي ما احنا قلنا كده، بس عملت لهم مشكله. ايه المشكله اللي عملتها الريلو؟ المشكله اللي عملتها الريلو انه النيورون دلوقتي لما كنت حاطط سيجمويد كان الاوتبوت بتاع النيورون قيمه بين صفر وواحد، عمره ما هيقل عن صفر وعمره ما هيزيد عن واحد. طب لما حطيت الريلو اللي هي كلمه ريلو على فكره اختصار لكلمه ريكتيفايد لينير يونت، يعني ريلو هي اختصار لكلمه ريكتيفايد لينير يونت، زي ما انتم شايفين كده اتس لينير يونت بس ريكتيفايد في الناحيه الشمال، عشان كده اسمها ريكتيفاير او ريكتيفايد لينير يونت. طيب لما حطيت الريلو المشكله دلوقتي انه كل نيورون الاوتبوت بتاعه دلوقتي بقى ممكن ياخد قيمه 10 15 20 على حسب السميشن داخله. لو انت عندك النيورون ده مثلا جاي له انبوت مثلا من 20 30 انبوت، وكل قيمه منهم مثلا اللي ب 10 واللي ب 5 واللي ب 20 وداخلين على الويتس، لما تجمعوا على بعض كلهم طلعوا لك مثلا قيمه ب 100، الريلو هيعدي لك ال 100 زي ما هي، يبقى هيطلع لك الواي ده ب 100 بدل ما كان بيطلع دايما بين صفر وواحد طالع لك ب 100. طب افرض انت دلوقتي طلع لك ده ب 100 وده طلع لك ب 120 وده طلع لك مثلا ب 80 وفي عندك عدد كبير هنا، تخيل بقى لو قعدوا كلهم يتضربوا في الويتس والويتس بالصدفه موجبه وطلع لك، هيطلع لك هنا كام؟ ممكن يطلع لك هنا مثلا 10000، يبقى الاوتبوت بتاع النيورون هنا مثلا 10000. ولو عندك لايرز كتيره بقى، لو عندك 2 لاير 3 لاير 4 لاير زي ما هتشوف في الديب ليرنينج، دي هتعمل لك مشكله رهيبه جدا، هيحصل يعني اوفر فلودنج للنمبرز، وهيحصل عندك ان الارقام عندك هتخرج والجيت اوت اوف باوند، هتلاقي اللاير الاولانيه مطلعه لك الافات، اللي بعدها 10000، اللي بعدها مثلا مليون وهكذا. ف it does not scale. فالريلو بالرغم ان هي حلت مشكله ان هي بتشيل لك الواي في واحد ناقص والواي 5 في واحد ناقص واي 5 والواي 3 في واحد ناقص واي 3 والحته دي كلها which is very good، بس اظهرت لك مشكله جديده ان هي ممكن تخلي لك الارقام تخرج اوت اوف باوند. طب ما هو الحل؟ الحل هنشوفه بقى بعد البريك، ان هنستخدم حاجه اسمها الميني باتش نورماليزيشن. عايزين نفهم الاول يعني ايه باتش ويعني ايه ميني باتش وليه بنستخدم وازاي بنستخدم فكره الميني باتش نورماليزيشن. فممكن ناخد بريك 10 دقايق بس اللي عايز يصلي. و السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. يا جماعه دلوقتي انتوا الاساينمنتس الديدلاين قلنا امتى؟ اول واحده
هو احنا قلنا ان الاثنين يوم 29 ان شاء الله. ايه ان شاء الله 29. لسه بدري قوي. ماشي. طيب هيبقى في امتحان كمان يا جماعه. اوكي امتحان هيبقى تيك هوم، ده امتحان نظري كده كانه ميد ترم يعني. ده امتى حضرتك مع التسليم بتاع الاساينمنتس؟ تقريبا يعني ممكن اديه لكم برضو في نفس الوقت تقريبا ان شاء الله. يعني هتبقى مثلا مدته قد ايه ولا عباره عن ايه؟ بيبقى 24 ساعه. ده مش الفاينل يا جماعه، ده مجرد امتحان يعني نظري برضو بعمله يعني بتاع كمبيوتر ساينس في الشيراتون وكده دايما يعني. بيبقى كانك انت بس عشان تقعد تراجع الحاجات النظري اللي اتاخدت. تمام حضرتك. اديكم ابعت لكم اكزامبل ليه يعني ان شاء الله. تمام. يعني ده برضه هيبقى في يوم 29 كده. مش شرط يا جماعه 29 يعني، ممكن لما نخلص المالتي لير سبترون ده. تمام حضرتك. يعني ممكن حتى نعمل الاسبوع الجاي او اللي بعديه يعني، خليه الاسبوع اللي بعد الجاي وخلاص ان شاء الله. الاسبوع اللي بعد الجاي النهارده 15 16 يبقى على يوم 29 ان شاء الله باذن الله. طيب فكنا قلنا ان الريلو عملت لي يعني حسنت لي جدا، بس عملت مشكله في موضوع السكيل، فلجأوا حلوها بحاجه برضو ذكيه جدا اسمها الميني باتش نورماليزيشن. ايه هو فكره الميني باتش اصلا؟ في اثناء الليرنينج عندنا تو ديفرنت اكستريمز، يا اما اشتغل ستوكاستيك يا اما اشتغل باتش مود. ستوكاستيك معناه ان انا بغير في الويتس مع كل اكزامبل. اعتقد ان انا كنت شرحت لكم الحته دي المره اللي فاتت، حته ان انا مع كل اكزامبل بدخله بغير الويتس، فالاكزامبل رقم 2 لما بيخش على الويتس الجديده وهكذا. ده اسمه الاستوكاستيك مود او ستوكاستيك ليرنينج. طب امال الناحيه الثانيه اللي هو الباتش ايه؟ الباتش مود ان احنا بنابديت الويتس بعد كل ايبوك، يعني بستنى ان انا اعدي على التريننج ديتا كلها مره وبعدين ابديت الويتس، وبعدين اعدي على التريننج ديتا كلها مره وبعدين ابديت الويتس، فده اسمه الباتش مود. كل واحد فيهم كان في ناس بتستخدمه فور سام ريزونز. الاستوكاستيك نتيجه ان هو نويزي شويه، فكان النتورك ما بتقعش في لوكال مينيمم بسهوله. الباتش مود على اون ذا اذر هاند كانت ممكن تقع في لوكال مينيمم بسهوله، بس ميزته ان هو فيري سموث يعني ما فيهوش نويز. يعني انت بتعدل في الويتس كانك بتاخد تعديل الويتس مع كل الاكزامبلز وتجمعهم على بعض، فبتاخد الافرج، فبتتجه بتعمل الويت مع كل ايبوك مره واحده كانه يعني ايه بيمشي في الاتجاه اللي هو عمل افرجنج لكل القيم اللي فاتوا، فما بقاش فيه نويز فاقل عرضه للنويز. امال ايه فكره الميني باتش؟ الاستوكاستيك بنعدل مع كل اكزامبل، الباتش بتعدل مثلا بعد كل 1000 اكزامبل. نفرض التريننج ده فيها 1000 اكزامبل مثلا، يبقى بتستنى تعدي على ال1000 كلهم وبعدين تعدل مره، وبعدين تعدي على ال1000 كلهم وبعدين تعدل مره. الميني باتش بتقول لا انا مثلا هعدل بعد كل 10 مثلا، يبقى كانه ميني باتش يعني سمول باتش، فبيتقال عليه الميني باتش بعد كل 10 كل 20 على حسب طبعا التريننج ديتا اصلا قد ايه. فنفترض مثلا بعد كل 10 اكزامبلز اند سو اون. ف كويس ده يعني ايه حل وسط، بس مش دي هي السر فيه، مش ده سر الجمال بتاعه يعني. امال ايه الفكره؟ ان احنا بنعمل ميني باتش نورماليزيشن. تعالى بقى نفهم الميني باتش نورماليزيشن. في هنا كام سلايد كده للقرايه مش اكتر، وحاجات كلها اتكلمنا عليها، فكره الجنراليزيشن والستوب الستوبنج والسايز بتاع النتورك نتحكم فيه ازاي ام سو اون. فادي الريلو وادي فكره الميني باتش نورماليزيشن. ايه بقى فكره الميني باتش نورماليزيشن؟ تعال نفهمها من هنا من السلايد دي، المفروض مشروحه فيها كويس يعني. ادي بيرسبترون، دي الانبوتس اللي داخله له، كل انبوت طبعا مضروب في ويت اند سو اون، بيتعمل لهم سميشن وبعدين يخشوا على الريلو. ونفترض الاوتبوت بتاعه مثلا بتاع هذا النيورون ده، نيورون واحد من نيورونز يعني في هيدن لاير. فالاوتبوت بتاع النيورون ده اسمه زد،
طيب زي ما قلنا المشكلة إيه؟ إن الزد ده ممكن ياخد قيمة كبيرة جدا، ممكن تلاقي إن الزد ده مثلا طالع لك بمية بخمسمية بعشر تلاف على حسب قيم الانبوتس والويتس اللي داخل. طيب الميني باتش بيقول لك إيه بقى؟ نفترض الميني باتش بعشرة مثلا، يعني سايز الميني باتش عندك عشرة، يبقى أنت هتدخل عشرة اكزامبلز، كل اكزامبل هيخش او كل انبوت هنا هيخش هتطلع الزد القصاد المناظر ليه، يبقى عندك كده كانه زد اي واي من 1 ل 10 اي من 1 ل 10. فالميني باتش نورماليزيشن بيقول لك تعمل ايه؟ اول حاجه هات المين، هتجيب القيمه المتوسطه المين فاليو بتاعه ال 10 قيم الزد اللي طلعوا دول، واحده طلعت مثلا ب 100 110 80، في واحده طلعت بصفر، واحده طلعت بخمسه، وهكذا. هتاخد ال 10 دول تاخد الافرج بتاعه اللي هو المين، مجموعهم على عددهم، وكمان تحسب الستاندرد ديفيشن بتاعتهم اللي هي الجذر بتاع الفاريانس اللي هي الجذر التربيعي، 1 على 10 سيجما سميشن يعني من 1 ل 10 الزد ناقص الميو الـ كل قيمه منهم ناقص المين تربيع. دي تطلع لك حاجه اسمها الستاندرد ديفيشن اللي بتقول لك قد ايه القيم دي متشتته عن بعض، بعيده عن بعض. وبعدين تعمل ما يطلق عليه زد نورماليزيشن، هو ده اسمه كده يعني زد نورماليزيشن، او بنقول عليه نورماليزيشن وخلاص، اللي هو ايه بقى؟ ان ال10 قيم اللي طلعوا دول تطرح من كل قيمه المين لما يكون عندك فاليوز معينه، وبتطرح منهم يعني 10 قيم مثلا زي اللي شفناهم دول 100 120 150 80، جبت الافرج بتاعهم وطرحته منهم، القيم بتاعتك دي هتبقى ما بين كام وكام؟ او يعني هيبقى الافرج بتاعها بكام؟ لما تطرح المين يبقى الافرج الجديد بتاع القيم او المين الجديد بقى كام؟ بقى زيرو. بقت القيم زيرو مين. اوكي؟ يبقى يعني دكتور استحاله تعدي المين صح؟ لا المين ده حاجه تانية، انا بتكلم على افرض انت عندك مثلا قيم مثلا ثلاث قيم مثلا 1 و2 و3 و4، بس خليهم ثلاث قيم 2 و3 و4، 2 و3 و4 دول المجموع بتاعهم كام؟ 4 و3 7 و2 9 9 ودول ثلاث قيم، اقسم على الثلاثه هتطلع 3 3 اطرح المين ده منهم، يبقى انت كان عندك القيم 2 و3 و4، لما تطرح المين منهم الاثنين هتبقى كام؟ تبقى سالب 1. ابو علي 3 وال3 0 وال4 ال4 تبقى 1. برافو، يبقى القيم حصل لها ايه؟ كلها بقت شيفتد بحيث بقت من سالب 1 ل 1 يعني لا مش شرط على فكره، مش شرط في الوقت الحالي مش شرط، بس القيم بقت متسنطره عند مين؟ عند الزيرو. زيرو عشان مش شرط اللي يبقى في القيم بتاعتك مثلا كانت 1 و3 و6 مثلا. اوكي؟ يبقى 6 و3 9 و1 10 وعلى 3 يبقى فيهم 3 وشويه. 3 وشويه لما تطرح 6 ناقص 3 وشويه مش شرط تبقى 1 وناقص 1 يعني. اوكي؟ انا فهمت حضرتك، يعني حضرتك زي كانك شفت الرينج نفسه عشان يبدا بزيرو. بالظبط، بقى الرينج يبقى السنتر بتاعه عند الصفر. بقى في قيم موجبه وقيم سالبه. والسنتر بتاعه صفر. تمام. طيب علشان بقى كمان نخلي القيم تبقى ما بين ناقص واحد وواحد نعمل ايه؟ نقسم على الستاندرد ديفيشن، يبقى طرحنا المين وكمان نقسم على الستاندرد ديفيشن. لما نقسم على الستاندرد ديفيشن القيم كلها بغض النظر كانت القيم كام، القيم كلها دلوقتي بقت اتشفتت، بقت سنترها عند الصفر، وبقت القيم كلها ما بين تقريبا يعني ابروكسيمتلي ما بين ناقص واحد، ما بين ناقص واحد وواحد. يبقى عملت النورماليزنج للفاليوز كلها بحيث انها بقت كومبليتلي كنترولد، هي القيم دي بقى اللي هي بقت كومبليتلي كنترولد وبقت نورماليزد، هي دي اللي هتعدي اللايرز اللي بعدها، وهي دي اللي هتستخدمها في الاستوكاستيك جريديانت ديسنت ليرنينج ايكويشنز. يبقى الريلو دلوقتي ما حدش بقى بيستخدمها لوحدها، اي حد بيستخدم ريلو بيستخدم معاها الميني باتش نورماليزيشن ضروري، علشان الريلو لوحدها بتعمل لك
ممكن تخلي القيم تحصل اوفر فلوينج او اوفر فلودنج للديتا، والميني باتش نورماليزيشن بتظبط لك القصه دي. يبقى احنا كده شفنا بعض التحسينات، شفنا الكروس انتروبي بتعمل ايه، شفنا الريلو بيعمل ايه، ومعاه الميني باتش نورماليزيشن بيظبط مع، يعني الميني باتش نورماليزيشن هو كانه لازم تحطه مع الريلو. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها الويت تاينج او الويت شيرنج، هنتكلم عليها بس في الاخر شويه. في حاجه تانية مهمه جدا اللي هي الادابتيف ليرنينج ريت والمومنتم، وفي حاجه اسمها دروب اوت ابروتش. كل الابروتشز دي تعال نشوف الدروب اوت ده من ضمن التحسينات المهمه اللي اتعملت برضو مع المالتي ليير سبترون ومع ديب ليرنينج عشان تقلل المشكله بتاعه الاوفر فيتنج. ايه بقى ايه الدروب اوت ده؟ في الدروب اوت ابروتش ده بيتطبق على النيورونز اللي في الهيدن لايرز برضو. بيقول لك ان انت مع كل انبوت بتدخله، مع كل اكزامبل بتدخله، بص انت عندك في الهيدن لاير مثلا عدد النيورونز اللي موجود، واعمل مثلا دروب اوت 50% او بنقول عليه مثلا دروب اوت البروبابيليتي بتاعته 0.5. معناها ايه 0.5؟ معناها 50% من النيورونز دول اعتبرهم موجودين، وال 50% التانيين اعتبرهم مش موجودين اصلا، اعتبر ان هم في الايتريشن دي مش موجودين. وبعدين الايتريشن اللي بعدها اختار 50% تانيين راندم، وكل ايتريشن بتختار 50% راندم من النيورونز اللي عندك. يبقى في النهايه كل نيورون هيكون كانه شاف مجموعه مختلفه من التريننج اكزامبلز، يعني مجموعات كل نيورون كانه شاف لقطه مختلفه، كانه شاف ديفرنت كومبينيشن من التريننج داتا. طب ايه ميزه حاجه زي كده؟ دي بتبقى مفيده جدا، بتقلل الاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج من ضمن المظاهر بتاعته، لو في اوفر فيتنج بتلاقي ان النيورونز كلهم بقوا ديبندنت على بعض، بقوا كلهم تقريبا مطلعين نفس القيم بس مع اختلاف النويز، يعني اثنين نيورونز او اكتر من اثنين نيورونز بقوا كوريليتد، هايلي كوريليتد، هايلي ديبندنت من بعض، و يعني بيطلعوا تقريبا نفس النتائج مع اختلاف ان واحد مثلا بيطلع نويز او بيمودل النويز اكتر من الثاني. فلما احنا بنعمل الدروب اوت ده لقوا ان كل نيورون دلوقتي بقى بيتعلم حاجه مختلفه عن الباقيين، بقوا كومبليتلي اندبندنت من بعض، لان كل واحد منهم لما مثلا في ايتريشن معينه ده كان موجود، دول ما كانوش موجودين، ايتريشن ثانيه ده موجود وده موجود والاثنين دول مش موجودين، ايتريشن ثالثه ده مش موجود والاثنين دول موجودين. فكل مره كل نيورون بيلاقي نفسه محتاج يعتمد على نفسه هو لوحده، وكل نيورون بيلاقي ان هو بيشوف ديفرنت كولكشن من الاكزامبلز بتاعت الداتا، فكل واحد في الاخر كانه اتعلم تاسك مختلف عن الباقيين. فلما بتجمعهم مع بعض في اللايرز اللي بعد كده بيدوا لك نتائج كويسه جدا، ان كل واحد منهم اتعلم حاجه مختلفه، مش كلهم بقوا ريداندنت من بعض. فالدروب اوت ابروتش ده بيتعمل طبعا اثناء التريننج فقط، وانس ان انت خلصت التريننج خلاص النيورونز كلها تبقى موجوده، وانت اللي بتختار الدروب اوت بروبابيليتي كام، زي ما هنشوفها مع بعض في مات لاب، وممكن نشوفها برضو في البايثون ان سو اون ان شاء الله. طيب ايه كمان، ايه تاني حاجات بتستخدم؟ المومنتم. المومنتم انا شارحه هنا بالتفصيل اهو، اعتقد مشروح هنا. ايه بقى فكره المومنتم؟ بصوا يا جماعه، المومنتم انت احنا كنا بنعمل واحنا بنعمل الستوكاستيك جريدينت ديسنت، كان الدلتا دبليو اللي هو التغير في كل ويت بيساوي الايتا في الجريدينت بالنسبه للويت ده عند الايتريشن اللي انت واقف عندها. ايه بقى فكره المومنتم؟ المومنتم دي زي فكره اللي هو واحد قاعد واقف في الاتوبيس، فالاتوبيس ماشي مره واحده، الاتوبيس فارمل، الناس كلها هتقوم مكمله قدام بالانيرشيا بالمومنتم. ففكره المومنتم ان انت عايز لما النتورك بتاعتك وهي بتتعلم مره واحده تقع في لوكال مينيمم، هي كانها وقعت مره واحده في مطب او فرملت مره واحده، لا انت عايز الويتس تكمل، عايز الدنيا تكمل باستخدام الانيرشيا اللي كانت موجوده فيها من قبل كده. فبيقول لك نعمل ايه؟ يبقى التغير في الويتس بيساوي
التغير اللي انت كنت اللي احنا كنا حسبناه مع بعض اللي هو باستخدام الجريدينت بتاع الايتريشن اللي انت واقف عندها بلس فاكتور معين في التغير بتاع الايتريشن اللي فاتت اللي هو الويت انكريمنت بتاع البريفيوس ايتريشن. طب ايه ميزه حاجه زي كده؟ انت افرض ان انت كنت في الايتريشن اللي فاتت عند تي ماينس 1 كنت هنا، كان قيمه الويت اللي انت واقف عندها هنا في النقطه دي، وده كان الايرور، الايرور كان لسه عالي، وطبعا زي ما شايفين عند النقطه دي السلوب كبير، يعني كان عندك جريديانت كبير في الحته دي. طيب الجريديانت ده حرك النتورك خلاها تتحرك في الاتجاه هنا، راحت واقعه في لوكال مينيمم. عند لوكال مينيمم الجريديانت بصفر تقريبا، مفيش جريديانت لان المماس هنا السلوب افقي فما فيش جريديانت. فلو كانت هتعتمد على الجريديانت بتاع الايتريشن اللي انت واقف عندها بس مش هتعمل ليرنينج، هتبقى ستك. فقال لك ايه بقى؟ قال لك خلاص اعتمد على الايتريشن اللي انت عندها زائد حته من الايتريشن اللي فاتت اللي هو الليرنينج بتاع او الجريديانت اللي فات على الايتريشن اللي فاتت او الكوركشن بتاع الجزء اللي فات. ليه؟ لانه الكوركشن بتاع الجزء اللي فات كان كبير لانك كنت واقف في حته فيها سلوب عالي. فهيحصل ايه؟ الجريديانت بتاع النقطه اللي انت واقف عندها بصفر بس اللي فاتت كان قيمه كبيره هيقوم مخرجك بره الحفره دي، يبقى الويتس تقوم متغيره اوكي بقيمه نتيجه المومنتم، يقوم محرك الويتس في الاتجاه ده مثلا تقوم خارجه بره اللوكال مينيمم ده. طبعا لو كانت القيمه كبيره بدرجه كافيه يعني ممكن تبقى مش كبيره قوي فيطلع كده فوق ويرجع يقع تاني، يبقى لازم تبقى كبيره بدرجه كافيه. فالايتا هو الليرنينج ريت والجاما دي هي المومنتم ريت، فلازم الالجوريزم بيقعد يظبط ما بينهم. يعني دلوقتي بقى الالجوريزمز بتاعت الليرنينج كلها بقى في ادابتيف ليرنينج ريت وادابتيف مومنتم ريت. ايوه كان في حد رافع ايده. ايوه دكتور انا كنت رافع ايدي. ايوه انا دكتور مش فاهم يعني الكيرف ده لما يعلى او ينزل يعني هيحصل ايه او ايه الفايده؟ ايه هو انت عايز توصل هو الكيرف ده كيرف بتاع ايه؟ مش عارف هو ده بتاع الويتس في ويتس في اكس التغير بتاع الويت المحور الرأسي هو ايه؟ مش عارف ليه بس كده؟ الايرور يا دكتور. ده الايرور ده اللي احنا قلنا عليه من المرة اللي فاتت اهو، ما كان برسبتوه الايرور السكويرد ايرور مع الويت شكله كده. تمام يعني انا لما بغير في الويتس مثلا تنزل فده الايرور بيقل مثلا. تمام قلنا ان احنا بنغير في الويتس علشان نوصل للمينيمم، نخلي الايرور يوصل للمينيمم، ده الهدف بتاع الاساس. تمام يا دكتور. طب يعني ايه الجديد بقى في الرسمه الثانيه يعني؟ تمام وقلنا برضو ان المالتي لايرز الرسمه اللي فاتت دي اللي كان شكلها حلو قوي كده دي بتاعت البرسبترون عشان كان لينير كلاسيفاير ما كانش عنده غير مينيمم واحد. المالتي لايرز عشان كذا لاير عنده كذا مينيمم، دي واحد مثلا اثنين ادي ثلاثه، هل المينيمز الثلاثة دول كلهم لهم نفس الكفاءة أو بنفس هم الثلاثة كويسين زي بعض ولا في حاجة أحسن من حاجة؟ لا في حاجة أحسن من حاجة. مين أحسن مينيمم؟ هو اللي في النص ده أعتقد. تمام يعني معنى كده أنت عايز تجيب قيمة الويت اللي هي هنا اللي هي تنزلك للمينيمم ده. تمام كويس. افرض أنت وأنت بتبتدي الليرنينج كان الويت اللي أنت بدأت بيه هنا في القيمة دي على الشمال دي، فكان الايرور ماله؟ عالي. تمام عند النقطه دي احنا قلنا الجريديانت بيمثل ايه؟ الميل بتاع المماس للمنحنى. عند النقطه اللي عندها هنا دي الميل كبير ولا صغير عند النقطه دي؟ الميل هنا كبير. تمام برافو. النتورك هتتعلم
الجريديانت او الميل كبير هيزق الويتس، لان المعادله بتاعت الليرنينج في الويتس بتعتمد على الجريديانت. الدلتا بتاعت الدبليو هي عباره عن ايتا في الجريديانت، صح ولا لا؟ تمام تمام. فالويتس اتغيرت، اتحرك الويت، هيتحرك من هنا راح هنا، اتحرك على الكيرف ده، وقع في لوكال مينيمم. هنا الميل بقى مش كويس، قليل صفر تقريبا. لان ليه بقى؟ لان ده قاع، زي ما تكون عندك مثلا حته بوادي كده، والقاع بتاعه، القاع ده الميل في اي حاجه فيها قاع فيها بوتوم الميل عنده بصفر تقريبا، بصفر. يبقى الحته دي وقع في حته الميل عندها بصفر. تمام. لو انا معتمد على الجريدينت بتاع الحته دي بس، عمره ما هيخرج منها، يفضل الويت عمال ايه، لو الميل يعني بصفر او بقيمه صغيره جدا، هيفضل الويت يطلع حته كده ويرجع تاني، ويطلع كده ويرجع تاني، عمره ما هيخرج. ففكره ذكيه جدا، قال لك طب ما تيجي نعتمد على الجريدينت عموما. عموما بقى انا ما اعرفش انا واقع في مينيمم ولا لا، بس عموما مع كل ايتريشن هعتمد على الجريدينت بتاع الايتريشن انا عندها، والجريدينت على الايتريشن اللي فاتت، بحيث ان الايتريشن اللي انا عندها لو جريديانت بصفر او قليل جدا، طب ما اللي فاتت ينقذني، يبقى انا شايل معايا حته من الجريديانت اللي فاتت. اه يعني انا خزنت المينيمم ده عندي، وفي نفس الوقت برضو بكمل كالكوليشن على الجراف ده. خزنت الجريديانت عندي، خزنت الجريديانت اللي فات معايا اللي هو تي ماينس 1، بحيث ان انا لجأت له في الايتريشن دي، يعني بلجأ له ان انا لما الجريدينت عندي في الايتريشن واقف عندها قليل قوي، ما انا معايا من الجريدينت اللي فات كمان، واخد حته من اللي فات، فالحته اللي فات دي هتقوم مخرجه مطلعه الويت بره الحفره، هتقوم محركه الويت لانه عنده جريدينت يقدر يتحرك بيه. تمام. فالفكرة المومنتم بتعمل هيلبينج تو بوش النيورال نتورك اوت اوف لوكال مينيم باستخدام فكره المومنتم دي. اوكي، ومشروحها هنا بتفصيل اكتر يعني المعادله. ادي الفكره بتاعت المومنتم، انه لو سمول مومنتم مش برضه مش هيطلعني من الحفره، لو لارج مومنتم هيقدر يطلع الواحد من الحفره اللي هي الوحشه اللي هو موجود فيها، ويطلعه ويدخله في حته في حفره احسن منها يعني. يبقى دي فكرة المومنتم. وزي ما قلنا دلوقتي انت بنشتغل بأدابتف مومنتم وأدابتف ليرنينج ريت. ده هنا كان سلايد بيشرح فيها أنواع مختلفة من الليرنينج تكنيك. الاس جي دي ده اللي ما فيهوش مومنتم ومش أدابتف، الأخضر فيه مومنتم، الأدا جراد أدابتف جريديانت أدابتف ليرنينج ريت، وهكذا يعني. في كذا حاجة هنا دلوقتي الناس كلها بتستخدم إيه؟ حاجه اسمها الادم اوبتمايزر. الادم اوبتمايزر ده بيعمل لك ادابتيف ليرنينج ريت وادابتيف مومنتم في نفس الوقت، يعني في عليه تيوتوريالز كتير الحقيقه. فالادم، كلمه ادم هي اكشوالي جايه من كلمه ادابتيف وادابتيف مومنتم وادابتيف ليرنينج ريت اند سو اون. فهو ده دلوقتي اصبح الستاندرد، يعني معظم الناس بتستخدم الادم اوبتمايزر جوه في الديب ليرنينج طبعا، اللي هنتكلم عليه بعدين ان شاء الله، وفي كل يعني الليرنينج الجوريزمز اللي فيها جريديانت بيستخدموا الادم اوبتمايزر، وبيطلع دايما نتائج افضل كتير من الحاجات الثانيه. ادي مثلا اكزامبل اهو، الادم هو البيربل ده، ده الايرور، شايفين طبعا الادم اوبتمايزر اسرع واحد، اكتر واحد نزل بسرعه. في حاجه اسمها نستروف اوبتمايزر، في الادابتيف جريديانت، في كذا حاجه، كذا حاجه طلعت في ال10 سنين اللي فاتوا، بس الادم طلع افضل نتيجه، الادم اوبتمايزر مطلع احسن حاجه. طيب يبقى احنا دلوقتي شفنا لسه في حته الويت شيرنج احنا قلنا عايزين نتكلم عليها كمان، دي برضو من ضمن الحاجات اللي استخدمت في الكام سنه اللي فاتوا، واستخدمت بقوه جدا بقى في الديب ليرنينج، اللي هي فكره الويت باينج او الويت شيرنج.
ايه فكره الويت تاينج والويت شيرنج دي وليه بنستخدمها وبنستخدمها ازاي؟ الويت تاينج او الويت شيرنج ان انت تخلي اكتر من ويت من الاول خالص، تقول الويتس دي كلها انا هجبرها ان هي كلها تبقى ليها نفس القيمه دايما. في مثلا اخترت كده اتنين ويتس كده، الاتنين ويتس دول هخليهم كانهم توينز، كانهم اخوات، قيمتهم من اول لحظه في التريننج لاخر لحظه يفضلوا قد بعض، زي بعض بالظبط. ففي التستنج بعد كده هما القيمتين دول دايما زي بعض وتعلموا مع بعض، بنقول عليها ويت شيرنج او ويت تايم. فانت ممكن يبقوا اتنين، ممكن يبقوا اكتر من اتنين. طب دي هنستخدمها في ايه؟ هي هتلاقيها اوتوماتيكلي موجوده في السي ان ان، في النيورال نتورك اللي اسمها السي ان ان في الديب ليرنينج ان شاء الله. دي اساسيه، لانك انت زي ما هنشوف انه كانك انت الويت الواحد دي نفس الويت، كانك عامل منه مثلا 10 كوبيز وكل كوبي بيخش لها انبوت مختلف بس هما نفس الويت، كان الويت الواحد داخل له 10 انبوتس مختلفين. يعني كانك عامل شيرنج ل 10 ويتس او تايم ل 10 ويتس. فبتستخدم بقوه جدا في الديب نيورال نتوركس. طب بنعملها ازاي؟ تعال نبص كده على اكزامبل ازاي بنعمل الويت تايم او الويت شيرنج. افرض انت عايز مثلا ان W31 اللي هو ده و W42 يبقى ما بينهم وبين بعض في ويت تايم، يبقوا تايد مع بعض، مربوطين مع بعض، او عامل لهم ما بين بعض تاينج او شيرنج. واحد ممكن يقول لي طب يعني لو انا بستخدم مالتي لير سترو مثلا ليه هعمل حاجه زي كده؟ والله ممكن مثلا يبقى في عندك مثلا داتا جايه لك انبوتس مختلفه، الانبوت ده مثلا جاي من كاميرا معينه وده جاي من كاميرا ثانيه، عندك مثلا 20 انبوت، في منهم واحد انبوت كاميرا بتصور الجون مثلا بتاع فريق ملعب هاند بول مثلا او ملعب كوره، الجون من الناحيه الشمال، واحده بتصور الجون ناحيه اليمين، وانت عايز مثلا انه تعلم النتورك ان هي الديتكت هل في جون دخل ولا لا، بغض النظر دخل يمين ولا شمال، انه في جون دخل. يبقى انت مثلا او في كوره، ان في كوره جت في حته معينه بغض النظر جت تبع الكاميرا ايه ولا كاميرا بي، يبقى معنى كده ان لو الاكشن حصلت هنا او هنا you should get exactly the same outcome. بس انت عندك ده input وده input مختلف، فده مضروب في weight وده مضروب في weight تاني، بس انت اذا كنت عايز نفس الاكشن تحصل يبقى انت محتاج تخلي ال two weights دول equal. فعشان كده من الاول تقول انا هخلي ال two weights دول يبقوا tied مع بعض. فده مثلا ممكن فلسفة لفكرة ال weight tying او ال weight sharing، وطبعا هنفهمها ان شاء الله بالتفصيل اكتر ممكن المرة الجاية بإذن الله لما نبتدي نتكلم على deep learning على السي ان ان، يعني في ديب ليرنينج ان شاء الله. طب عايزين نفهم بنعملها ازاي. افرض عندك W31 W42 عايزين نعمل بينهم الويت تايم. طيب تعال شوف لي معادله W31، معادله الليرنينج بتاع W31 شفناها النهارده، ادي مثلا اللي هي الدلتا بتاعت W31. الدلتا قصدي بيها انت بتقول W31 الجديده بتساوي القديمه زائد كذا، طب يبقى الجديده ناقص القديمه هي دي الدلتا. يبقى الدلتا بتاع W31 هي ايتا في X1 في W53 في Z3 في 1 ناقص Z3، انا مسمي الاوتبوت هنا Z مش تفرق، في الواي في 1 ناقص واي في دي ناقص واي. اوكي فدي بتاعت W31. طب بتاعت W42 هتلاقيها برضو مثلا ايتا في X2 في W54 في Z4 في 1 ناقص Z4 في الواي في 1 ناقص واي في دي ناقص واي. يبقى مختلفين عن بعض، مختلفين عن بعض لانه في واحده منهم مضروبه في W53 الثانيه في W54، في واحده منهم جاي لها X1 الثانيه جاي لها X2. ازاي اضمن ان هما الاثنين يمشوا مع بعض توينز نفس القيمه طول الوقت؟ قال لك اول خطوه وانت بتنيشاليز الويتس، انيشاليز الاثنين يبقوا قد بعض، ده يعني اضعف الايمان، يبقى هتحط ده مثلا في الاول 0.1 يبقى ده كمان 0.1، يبقى دي اول خطوه. وبعدين شوف الايكويشن بتاع الدلتا 31 دلتا W31 وشوف الايكويشن بتاع الدلتا W42 واجمعهم على بعض، يبقى انت هتجمع الدلتا بتاعت الاولاني مع الدلتا بتاعت الثاني، وبعدين هتجيب دلتا توتال. الدلتا توتال هتطبقها على الاثنين مع كل ايتريشن، كل واحد فيهم هيتعلم لنفسه ولزميله، يبقى بيتعلم التعليم او الدلتا اللي كان هيعملها لنفسه والدلتا بتاعت
الثاني كمان. اوكي يبقى كل واحد كانه بيتعلم بيزد على الحاجات اللي جايه له وبيزد على الحاجات اللي جايه للثاني، فهما الاثنين بيتعلموا بنفس القيمه مع كل ايتريشن بغض النظر ان جاي لهم انبوتس مختلفه وماشيين في مسار مختلف. اللي انت بتجيب الدلتا بتاع ده والدلتا بتاع ده مع كل ايتريشن تجمعهم على بعض وتطبقهم على كل واحد من التو ويتس دول اللي معمول لهم الويت شيرنج او الويت تايم. احنا كده شفنا معظم التحسينات او كل التحسينات اللي ظهرت في المالتي لير بسترون في خلال ال 15 سنه اللي فاتوا، عشان واتعملت معظمها عشان تحسن الديب ليرنينج، لان الديب ليرنينج مبني على الستوكاستيك جريدينت ديسنت ليرنينج ومبني على المالتي لير، فكره المالتي لير بسترون برضه. هنا في اكزامبل بالارقام ده ممكن ابقى ابعته لكم تبصوا عليه بالتفصيل، اللي هو مجرد ان انا ازاي احسب الحسابات بتاعت الليرنينج اند سو اون. ممكن نشوف يعني one of the examples. عشان تعرفوا برضو الحاجات بتتحسب ازاي. اوكي عندي ده مثلا اكزامبل ممكن يجيلك في الامتحان بتاع الميد تيرم. عندك مثلا ادي مالتي لير سترون، الاوتبوت بتاعه النيورون في سيجمويد، هنا دول ريلو، الاثنين دول ريلو. دي تريننج داتا اللي عندي، عندي اربعه تريننج داتا اكزامبلز A1 و A2 B1 و B2، ده الاكس 1 والاكس 2 بتاع كل واحده منهم، وده التارجت بتاع كل واحد منهم. وبقول لكم انه اول حاجه في المساله مثلا بقول لك، طبعا ممكن في المساله الاول بقول لك ان دول مثلا سيجمويد وده سيجمويد، وبقول لك اعمل لي الاثبات بتاع الاستوكاستيك جريدينت ديسنت باستخدام المينيمم سكويرد ايرور، ده اللي احنا شفناه النهارده وسهل يعني. والامتحان طبعا بيبقى اوبن نوتس يعني، بس انت مجرد تعمله بطريقه كده. انا ممكن اجيب لك مثلا بدل اثنين اجيب لك ثلاثه او اربعه، فمش يعني مش تبقى صعبه. طيب تاني حاجه بقول لك اكتب لي بعد ما جبت بقى المعادله الجنرال، اكتب لي ما معادله W31 الليرنينج بتاعه لو النيورونز دول ريلو ومستخدم كروس انتروبي. فزي ما قلنا كروس انتروبي بيشيل واي في 1 ناقص واي، الريلو هتشيل لك الزد 3 في 1 ناقص زد 3. يفضل عندك W31 الجديده بتساوي القديمه زائد ايتا، في W31 يبقى X1، في W53 اللي هو معدي عن طريقها، في D ناقص Y دي معادلته لما Z3 أكبر من الصفر. لما Z3 بتساوي صفر يبقى بيفضل زي ما هو، يبقى دي معادلة الليرنينج في الحالة دي. بعد كده بقولك ابتدي طبق لي على، دخل لي الانبوت A1 وشوف لي الليرنينج هيمشي ازاي. طبعا أنا هنا في المسألة دي بقول إن في مومنتم، بس خلي المومنتم ما بيظهرش ما بتطبقوش غير مع تاني اكزامبل، لان المومنتم معناه ان لازم عندك اول اكزامبل عملت فيه جريدينت وبعدين تطبقه في ثاني اكزامبل. طيب لازم طبعا ادي لك الانيشال ويتس كلهم، يبقى كل قيم الويتس انا مديهم اهم. طيب نبتدي نحسب ايه؟ هنبتدي نحسب القيمه دي بكام، اس 3 بكام واس 4 بكام، اللي هو السميشن هنا بكام والسميشن هنا بكام. اس 3 طلعت بتساوي 0.3، يبقى الريلو هيطلعها 0.3 زي ما هو. S4 طلعت 0.6 يبقى هتطلع 0.6 زي ما هي. يبقى ان كده جبنا القيمه اللي طالعه هنا Z3 وZ4، هيخشوا يتضربوا في الويتس بتاعتهم ويخشوا على السيجمويد. يبقى S5 ادي القيم اتضربوا في الويتس بتاعتهم طلعت -4.45، دخلوا على السيجمويد اللي هي 1 على 1 زائد يقص ناقص الاس، يبقى ناقص في ناقص بزائد تطلع 0.39، يبقى الواي الاخيره 0.39. يبقى الليرنينج الويت الجديده بتساوي الويت القديمه زائد ايتا ب 0.5، مديالك 0.5 في الانبوت اللي داخل بواحد، في الويت W53 في واحد ناقص، لان التارجت بواحد ناقص الواي اللي طلع. بس نحسب الحسبه دي يطلع لي الويت الجديد بيساوي كده. وبعدين خزن الدلتا، شوف الدلتا كانت بكام. الدلتا اللي هي الحته اللي اتحرك بيها، الحته اللي اتغير بيها، هو كان الويت الجديد ناقص الويت القديم اهي الحته دي. الدلتا دي هتستخدمها في الاكزامبل اللي بعده عشان المومنتم،
طيب تعال ندخل الانبوت اللي بعديه. طبعا انا مفترض ان كل الويتس الثانيه ثابته عشان بس فور سمبلستي، يعني الويت الوحيد اللي اتغير هو W31. طيب هندخل الانبوت اللي بعديه اللي هو A2، هنحسب S3 طلعت قيمه موجبه يبقى تعدي زي ما هي، S4 طلعت قيمه سالبه يبقى الاوتبوت بتاع النيورون بصفر، قيمه سالبه الاوتبوت النيورون بيطلع بصفر، يبقى دي طلعت موجبه دي طلعت سالبه، يبقى السميشن سالب يعني يبقى طلع الاوتبوت هنا بصفر، يبقى هضرب القيمه اللي طلعت دي في الويت ده وتخش على السيجمويد هيضربوا وبعدين يخشوا على السيجمويد يطلع لي قيمه الواي الاوتبوت اهي، يبقى قيمه قيمه جديده للويت بقى في الحاله دي بتساوي القيمه اللي الاخيره اللي كان وصل لها زائد الحته بتاعت الجريدينت اللي هي الايتا في الاكس 1 W53 في 1 ناقص ال Y في الحته بتاعت المومنتم اللي هي انا مدي المومنتم فاكتور ب 0.5 في الدلتا اللي فاتت بس يجيب لك الويت الجديد. يا ريت بقى تبقوا تراجعوا الاكزامبل ده تاني تبصوا عليه، واحنا دلوقتي بقى هنبتدي نشوف مع بعض نستخدم ماتلاب نشوف ازاي نقدر نرن المالتي لاب سبترون بقى اللي احنا درسناه النهارده، نستخدم المالتي لاب سبترون في فيس ريكوجنيشن نعمل بيه فيس ريكوجنيشن. طيب البروبلم بتاعت فيس ريكوجنيشن اللي هنتكلم عليها انا عندي 10 اشخاص، انا بعت لكم الداتا دي بتاعت الفيسز ولا لا؟ لا يا دكتور احنا معانا بتاعت الكورل بس الكورل. ماشي كورل. طب تعال نشوف الداتا بتاعت الفيسز دي مع بعض. ادي داتا فيها 10 اشخاص واكشوالي هم 11 بس انا باخد منهم 10 بس، كل شخص منهم عنده 10 صور زي ما انتم شايفين الصور متصوره شويه. لو بصيت مثلا على الصور بتاعت اي حد منهم مثلا هنا الصور مش كلها بنفس البوز، البوز طبعا متغير، الوش متحرك شويه، في صور بيضحك مثلا صور مش بيضحك وهكذا. اوكي مشكله كمان الصور معمول لها كروبنج جامد شويه وكمان الاضاءه فيها ما كانتش رائعه قوي، يعني مش كل الصور ليها نفس الاضاءه وزي ما انتم شايفين كده، فالبروبلم مش سهله للدرجه يعني. طيب انا هنا على سبيل ان احنا دلوقتي بنعمل كانه ديمو مع بعض، يعني بعمل لكم زي ديمو انتم ممكن تغيروا فيها بعد كده زي ما انتم عايزين. انا دلوقتي هاخد ايه من كل صوره، من كل صوره فيس هاخد فيتشر فيكتور زي ما عملنا في الريتريفل، من كل صوره هطلع فيتشر فيكتور. انا هاخد ايه الفيتشر فيكتور اللي هاخدها؟ انا هاخد الدي سي تي فقط، يبقى انا كل صوره هعدي على الصور كلها، كل صوره بقراها بحولها من ار جي بي تو جراي وبعدين من اي ام تو دبل بعمل لها دي سي تي، دي سي تي 2، وبعدين باخد المربع اللي فوق اللي هو 8 في 8. يعني لو انت بصيت على الحته دي كده نشوف انا هاخد ايه هنا. الحته دي كده اوكي. لو بصيت كده على دي ده هو شكل الدي سي تي دومين بتاع الصوره دي اللي هو الفريكونسي دومين بتاع الصوره او الديسكريت كوساين ترانسفورم دي سي تي دومين. فانا بعمل ايه؟ باخد حته 8 في 8، باخد حته هنا 8 في 8 اللي هي بتعبر عن اللو فريكونسي كونتنت اللي في الصوره، فباخد منطقه كده حته 8 مربع 8 في 8
وبحوله الفيكتور هيبقى 8 في 8 ب 64 يبقى فيكتور طوله 64. بعمل كده لكل صوره في الداتا. يبقى كل صوره عندي هاخد منها الحته اللي هي المربع اللي هو 8 في 8 اللي هو اول مربع 8 في 8 في الصوره. بستخدم فانكشن اسمها اي ام تو كول بقسم الدي سي تي ده الى بلوكس 8 في 8 وباخد اول واحد وبحوله الفيكتور. حولته اي ام تو كول حوله الفيكتور وباخده. يبقى الفيكتور ده هو اول ده الفيتشر فيكتور بتاع الصوره دي. وبعمل كده لكل الصور بتاعت كل واحد منهم. يبقى في النهايه كده انا عندي زي ما قلنا عندي 10 صور لكل شخص. عشر صور لكل شخص. ممكن اعملها لكم حتى دي اللي هي الفيس ريكوجنيشن. اكزامبل عندنا 10 persons 10 images per person. هناخد 5 صور 5 images for training and 5 for testing برضه لكل شخص. For each person. For each image, we extract a DCT2 vector, then 64. يبقى training التريننج اري توقع ان هي تبقى عباره عن حاجه زي كده. ايه طب خلينا نشوف تريننج اري دي هتطلع ايه. تعال بص في الماتلاب بقى. بعد كده انا بعد ما جبت الفيتشرز دي تعال بقى ندخلها على مالتي لابس برو. شوف كده فيسز مالتي لابس برو. اوكي this code applies the multi lapse patron on the 10 person face recognition demo. Here we don't use softmax layer. يبقى انا هنا مش هستخدم softmax. ده الماتلاب ده المالتي لابس برو القديم. يعني ده الماتلاب على فكره كان المالتي لابس برو فيه ما فيهوش softmax اصلا. وبعدين softmax دي زي ما قلنا اخترعوها مؤخرا. فاتغير الفانكشن بتاعت الماتلاب. بس انا هوريكم من غير softmax. هنوري من غير softmax الاول وبعدين بالsoftmax ان شاء الله. وزي ما قلنا كل شخص عنده 5 تريننج و5 تيستنج. كل صوره بطلع منها فيتشر اكستراكشن بالدي سي تي 2 اللي هو فيكتور طوله 64. طيب ادي الداتا اهي. انا كل شخص منهم خزنت الداتا بتاعته ال 10 صور بتاعته كلها في اري. في الناس هو امين ويحيى وخالد اند سو اون. فبالنسبه لامين عندي 10 صور وكل صوره فيكتور طوله 64 فهيطلع لي اري طولها 64 في 10. اوكي او 10 في 64. كل واحد منهم زي ما لو تحب نبص كده ونرن الحته دي. الداتا بتاعت امين سيفتها مثلا في اري اسمها A1. لا سوري احنا فين؟ شوف بقى كده السايز بتاع A1 64 في 10. او يعني فكروا فيها ان هو 10 في 64 10 صور وكل صوره فيكتور طول 64. ممكن تتفرج عليه حتى تقول مثلا edit A1 في ماتلاب كده ممكن edit A1 او تفتحها بماتلاب تعمل لها open لو عايز. بس لا هي مش هتفتح كده هي edit A1 على طول لان هي مش متخزنه على الهارد ديسك. دي متخزنه كده دلوقتي على الرام يعني على الوركينج سبيس. ف A1 اهي هي 64 في 10. ممكن لو حبيت تشوفها 10 في 64 تعمل لها ترانسبوز.
اللي هتبقى 10 في 64. طيب يبقى كده انا عملت لودنج للتريننج داتا كلها، للديتا كلها اسف، للعشر اشخاص وكل شخص العشر صور. بعد كده حسم الديتا الى نصين، لكل شخص اول خمس صور هيبقوا في التريننج وبعدين الخمسه الباقيين في التستنج، وهكونكاتينيت ادي الخمسه بتاع الشخص الاولاني مع الخمسه بتاع الشخص الثاني وهكذا. يبقى التريننج داتا في التريننج اري دي هتبقى كام في كام؟ الداتا بتاع التريننج سايز بتاع التريننج تبقى 5 في 64 في 10 في 10. ما هو تمام 64 اكيد 5 في 10 ب 50 يبقى تمام 64 50 في 64 او 64 في 50 يعني. والتستنج بالظبط هي هي، التستنج نفس السايز برضو لان انا واخد نص الصور تريننج ونصها تستنج. اوكي يبقى لحد كده انا قسمت الداتا الى تريننج وتستنج. طيب المالتي لاير بسبترون اللي انا هعملها شكلها هيبقى عامل ازاي؟ تعال نبص على شكلها مع بعض، نتوقع هتبقى عامله ازاي. هي من غير سوفت ماكس في الوقت الحالي. ايه ده احنا فين؟ اللي هي دي الانبوت ده هيبقى فيه كام؟ كل فيكتور، كل انبوت فيتشر فيكتور هيبقى فيه كام فاليو؟ 64. برافو. ومحتاج كام اوتبوت؟ واحد من العشرة. يعني المفروض هو مثلا يقول الشخص ده فلان او فلان او فلان، بس هو يطلع واحد بس. يبقى عندك 10 اوتبوتس. يبقى لازم النتورك تبقى عندها 10 اوتبوتس. تمام تمام ده. يبقى النتورك هتديفاين 10 اوتبوتس. طيب انا دلوقتي عايز اديفاين التارجت. يبقى التارجت اري اللي انا هغذي بيها النيورال نتورك دي عشان تتعلم، انا لازم لكل اكزامبل في التريننج داتا يبقى عندي تارجت. احنا قلنا ان كل مره بتدخل تريننج اكزامبل لازم تقول للنتورك انت عايز ايه، التارجت ايه. طب انت دلوقتي عندك 50 اكزامبل في التريننج داتا، يبقى معنى كده ان التارجت اري طولها 50. طيب لكل اكزامبل في ال 50 اكزامبل دول انت عندك 10 اوتبوتس، يبقى لازم تديفاين التارجت لل 10. يعني معنى كده ان التارجت اري هتبقى 50 في 10، 50 اكزامبل وكل اكزامبل لازم تديفاين التارجت ل 10 اوتبوتس، مش هتديفاين لواحد بس وتسيب الباقيين انون. انت لازم كل اكزامبل تدخله تقول للنتورك بتاعتك انت عايز ال 10 اوتبوتس دول كل واحد فيهم يبقى كام، يبقى التارجت بتاعه كام. كويس جدا. طيب اول خمسه اكزامبلز هندخلهم اللي هم من كلاس 1، يا ترى التارجت هيبقى ايه؟ حد بقى من ال مش مهندسات يقول لي مين بقى تقول؟ مين اللي كانت بتجاوب معايا في الاول؟ طب معلش يا دكتور سؤال تاني. اوكي ادي النتورك بتاعتي. اوكي تمام. وعندي هنا 10 اوتبوتس. تمام. وعندي 50 اكزامبل. تمام. فانا كل اكزامبل هدخله لازم اديفاين التارجتس لل 10 اوتبوتس. صح ولا لا؟ تمام. يبقى التارجت اري بتاعتي هتبقى 50 في 10. تمام. طيب نفترض اول اكزامبل من كلاس 1، يبقى التارجت هيبقى عامل ايه؟ يبقى شكله عامل ازاي؟ قيمه ايه؟ اكس من الاكس اللي داخله، الانبوت اللي داخل من كلاس 1، يبقى الوايات دي واي 1، عندي واي 1 واي 2 واي 3 لحد واي 10. ويبقى واي 1 1 والباقي برافو. برافو عليك، بسم الله ما شاء الله.
يبقى وقس على ذلك كل ده بقى اول خمسه اكزامبلز من كلاس 1 يبقى الواي 1 بواحد والباقي كله بصفار. الخمسه اللي بعدهم من كلاس 2 يبقى واي 2 بواحد والباقي كله بصفار. لا لحد ما اخلص اخر خمسه اللي هم كلاس 10 يبقى واي 10 بواحد والباقي كله بصفار. تمام مين اللي مين انت مين اللي بيجاوب معايا؟ هديل يا دكتور. تمام يا هديل ماشي شكرا. ده اللي انا عامله هنا يا جماعه. ادي الحته بتاع التارجت اهي اللي احنا قلناه دلوقتي هو نفسه اللي موجود هنا. انا هكريت اري 50 في 10 اهي احطها الاول كلها اصفار هصفرها كلها يبقى الاري كلها 50 في 10 كلها اصفار. وبعدين هبتدي سيلكتيفلي هقول جي من 1 ل 5 اول اوتبوت اللي هو الاوتبوت الاولاني وجي اللي هي من 1 ل 5 هيبقى بواحد. وبعدين الخمسه اللي بعدهم لان انا هنا عامل جي زائد 5 يعني يبقى الانبوتس الاكزامبل من 6 ل 10 الاوتبوت الثاني هو اللي بواحد. وبعدين من 11 ل 15 الاوتبوت الثالث لحد من 46 ل 50 الاوتبوت رقم 10. يبقى لو انا بصيت على الحته دي كلها كده كل ده نرن الحته دي كده بس عشان نتفرج على التارجت نبص التارجت هيبقى عامل ازاي اهو. ده اخر خمسه هم الاوتبوت الاخير هو اللي بواحد. الخمسه اللي قبلهم الاوتبوت اللي قبليه الخمسه اللي قبلهم الاوتبوت اللي قبليه الخمسه اللي قبلهم الاوتبوت اللي قبليه وهكذا. تعال نبص مثلا اول خمسه خالص اهم اول خمسه ده طبعا فيكتور طوله 10 هنا. اول خمسه اكزامبلز الواي 1 هو اللي بواحد. الخمسه اللي بعدهم الواي 2 هو اللي بواحد. خمسة اللي بعدهم الواي 3 او التارجت بتاع الواي 3 هو اللي بواحد وهكذا. طب يا دكتور هي التي تي دي جت منين بدايتها؟ انا مش شايفها في الكود غير في الفور لوب. يعني بدايتها انا اللي عاملها كرييشن. انا اللي يعني في الفور لوب بدايه تعرفها هي هنا دي. هي الفور لوب. هي الفور لوب دي انا صفرتها الاول بس عملتها كلها اصفار وبعدين حطيت فيها الوحيد بس استخدمت لها تو فور لوبس منفصلين. يعني طب هي فين النيورال نتورك؟ معلش لسه ما عملناهاش. تمام يعني احنا دلوقتي اللي عملنا القيم دي طلعت على اساس ايه يعني؟ ده التارجت يا باشمهندس بهاء. تمام ده التارجت اللي انا عايز اعلمها بيه ده يعني انا دلوقتي بقول لها ان دي كده بواحد مثلا فلان ده الصور دي واحد معناه ان ده فلان الفلاني صح؟ الصوره الثانيه تمام. مش انا لازم ادي النتورك التارجت؟ فهمت حضرتك. تمام هي هتتعلمه بعد كده بقى بحيث ان هي لما دخل لها صوره فلان الفلاني ده طلع لي الاوتبوت الصح بعد كده مفروض. تمام هل دي الطريقه الوحيده اللي نعمل بيها التارجت؟ لا في طريقه تانية. كان ممكن اعمل كده اهو or we can define target this way. ازاي؟ هنقول له هسميها مثلا جروب هقول له انه اول خمس صور الجروب بتاعهم اسمه واحد الخمس صور التانيين اسمه اثنين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه لحد 10. يعني مجرد بحط رقم الكلاس. الماتلاب عنده فانكشن اسمها index to vector into vec بيحول لي رقم الكلاس الى الفيكتور اللي انا كنت عامله في الاول. يبقى على فكره في اندكس تو فيكتور وفي فيكتور تو اندكس يعني ممكن احول من دال ده ومن دال ده. انا هنا في الفانكشن بتاعت المالتي ليبس بترون في الوقت الحالي انا محتاج الفيكتور فورم اللي كانت فوق دي. اوكي ف ممكن نستخدمها بالطريقه اللي احنا استخدمناها بيها وخلاص اللي هي تي تي دي. تمام طيب تعالى نعرف بقى نيورال نتورك. ادي نيورال نتورك اهي هير بقى وديفاين المالتي ليبس ترون. It does not use softmax in this function.
لان دي كانت الاولد فانكشن. هنشوف الاولد فانكشن والفانكشن الجديده بتاعته. طيب الفانكشن القديمه كان اسمه نيو اف اف. كلمه اف اف عشان هما زمان كنا بنسمي المالتي ريبس ترون يعني الفيد فورورد نيورال نتورك. ان في فيد فورورد وفي ريكارنت او فيدباك. هو فيد فورورد نيورال نتورك. يعني الفانكشن هم مسمينا في ماتلاب نيو اف اف. حتى لو عملت كده نيو اف اف هيقول لك دي خلاص بقت اوبسوليت، حاول تستخدم حاجه تانية. هل نيو اف اف اي ثينك يعني، الا بقى لو هم يعني عايزين يفضلوا مخلينها، بس اي ثينك ان هو كانوا بيقولوا انها اي نيو اف اف كرييت ا فيد فورورد باك بروباجيشن نتورك اللي هو مالتي لابس ترون يعني obsoleted in 2010 ب مش عارف كذا، last use في 2010 كذا كذا، the recommended function is كذا، لكن شغاله يعني ما زالت شغاله. يعني هم obsolete يعني ما بيحسنوش فيها بيطوروش فيها، لكن ما زالت الماتلاب لسه معترف بيها. ده ماتلاب 2018 و2019 موجوده فيه اعتقد برضو انصار. طيب اول حاجه بنحطها في كيو، طبعا مش شرط اسمها كيو، يعني ممكن تسميها كيو 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 اي حاجه انت عايزها، كيو كيو اس، بس عشان نسميها اسم له معنى يعني بسميها مثلا كيو مين ماكس مثلا مين ماكس كيو مين ماكس. ايه كيو مين ماكس دي؟ ولا ايه الفاليو دي؟ المفروض احط ايه هنا؟ هنا بتاخد التريننج داتا وتدخلها على فانكشن اسمها مين ماكس. بيعمل لك ايه الفانكشن دي؟ بتجيب لك حاجتين مهمين. اول حاجه بتعرف لك عدد الفيتشرز، انت دخلت لها تريننج داتا فبتعرف لك كل اكزامبل في تريننج داتا عنده مثلا هنا هتعرف عنده 64 فيتشر. يبقى دي معلومه، اول معلومه. فالمعلومه دي هي بتنقلها اوتوماتيكلي للنيورال نتورك اللي انت عملتها، فانت مش محتاج تعرفه عدد الانبوتس، هو هيعرفها اوتوماتيكلي من دي. دي اول حاجه. تاني حاجه بيجيب المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو لكل فيتشر. طب ايه ميزه حاجه زي كده؟ ان هو لما ينيشيالايز اوتوماتيكلي الراندوم ويتس بتاعه المالتي لابس ترون، في بعض الفيتشرز عنده هو هيلاقي قيمها مثلا ما بين 100 وناقص 100 مثلا، بينما في فيتشرز ثانيه قيمها ما بين 0.1 وناقص 0.1. مش معقول يدي كلهم، يدي الفيتشر دي يضربها في ويت انيشيالي مثلا بقيمه والتانية يديها نفس القيمه. في الفيتشر اللي قيمها كبيره هتاكل التانية كومبليتلي. فبيعمل ايه؟ القيم الفيتشرز اللي قيمها كبيره قوي بيضربها في ويتس الانيشيال ويتس بتاعتها بيخليها صغيره. والانبوتس اللي قيمها صغيره قوي الانيشيال ويتس بتاعتها بيخليها كبيره، علشان يخلي الفيتشرز كلها كانها داخله النتورك على نفس درجه المساواه. بس فهو بيعمل كده اوتوماتيكلي يعني. الكلام ده كله بقى بيتعمل اوتوماتيكلي من غير ما انت تحس بيه في الفيرجنز الجديده. طيب فاحنا هنا بناخد اول حاجه دي بنحطها هنا، وبعدين بنبتدي نعرف النتورك. العشرة اللي في الاخر دول هم عدد الاوتبوتس في الماتلاب في الجديد، ما انتش محتاج تعرف عدد الاوتبوتس، هو اوريدي بيعرفها من التارجت، بس هنا بنعرفها. يبقى انا معنى كده النتورك دي عباره عن ايه؟ 64 هو عارفهم الانبوت، خلاص يبقى اول حاجه 64. وبعدين اول هيدن لاير فيها 20، تادي هيدن لاير فيها 12، وبعدين عندك 10 اوتبوتس. يبقى المالتي لابس ترون بتاعتك 64 20 12 10. اوكي طيب اول هيدن لاير اللي هم 20 نيورون هتحط لهم النيورون النون لينير فانكشن فيه ايه؟ في المرحلة دي ما كانش فيه ريلو، ولا يعني المالتي لاير بسترون عموما في الماتلاب ما بتقدرش تستخدم له ريلو، لازم سيجمويد او تانش او لينير. فهنحط سيجمويد، اسمه السيجمويد في الماتلاب اسمه لوك سيج. يبقى اول لاير ال 20 نيورون استخدمنا لهم لوك سيج، وتاني لاير حاطين مثلا 12 نيورون هنستخدمهم برضه لوك سيج، وال 10 اللي في الاخر ما عنديش هنا سوفت ماكس فبستخدم لوك سيج. وبعدين هستخدم التريننج، بستخدم ترين ال ام. ايه ترين ال ام دي؟
نعمل كده help train lm. train lm feed forward net فين النتوركس؟ لا مش باينه هنا. تعال بص على في الهيلب احسن. فين ال ام؟ هي اول واحده دكتور. ايوه ايوه صح. انا بس كنت عايز اجيب لان في فانكشنز، في فانكشنز كتيره، مش دي مش الوحيده اللي موجوده. ايوه اللي هي ترين فانكشن. ترين فانكشن هي دي الهيلب اللي انا عايزها. لو عملنا ترين انا اسف ان انا بضيع الوقت ده. بصوا هما بصوا في عندنا مثلا ايه هيلب ترين ترين جي دي. ترين جي دي دي الجريديانت ديسنت العادي خالص اللي بيتقال عليها الفانيلا، الفانيلا جريديانت ديسنت اللي هي اللي احنا اثبتناها بايدينا في المعادلات دي. طبعا اسوأ حاجه دي، ابطا بطيئه جدا، بتقع في لوكال مينيما وما ما بت يعني الايتا بتاعتها وحشه وهكذا. فده اول واحده ترين جي دي. بعد كده في ترين جي دي اي اللي هي ادابتيف ترين جريديانت ديسنت وذ ادابتيف ليرنينج ريت. في ترين جي دي ام اللي هي باستخدام مومنتم. في بعد كده مثلا ترين اس جي بي مثلا CGP اس سي جي بي اوكي ترين سي جي بي. دي برضو عباره عن واحده من الـ من الـ من التحسينات. كل دي عباره عن تحسينات الجريدينت ديسنت. ادي مثلا كاتب لك حاجات كتير اهو. في ترين جي دي اكس، ترين ال ام اللي هي ليفنبرج ماركارت، دي احسن واحده. في حاجه اسمها ترين ار بي اللي هي ريزيليانت باك بروباجيشن، دي بتبقى بتزق النتورك بره اللوكال مينيما بطريقه يعني بالجوريزم معين. في حاجه اسمها ترين بي اف جي، ترين او اس اس، اس ترين اس اس سي جي اللي هي اعتقد كونجكت جريدينت، حاجه اسمها سكيلد كونجكت جريدينت. فدي كلها عباره عن تكنيكس مختلفه من بدل ما بيستخدموا معادله الجريدينت ديسنت اللي الراجل عملها في 1847 بيستخدموا حاجات اكثر تطورا. يعني حاجات كان في حاجه اسمها نيوتن ميثود وبعدين نيوتن رافسون ميثود وبعدين بقى حاجه اسمها الكونجكت جريديانت والسكيل كونجكت جريديانت. دي كلها تطورات للجريديانت ديسنت تكنيكس. فدي كلها متبرمجه في حوالي 15 نوع منهم اعتقد ان انا كاتبهم. انا كاتبهم هنا اكشوالي اهم اهم يا جماعه، انا كاتبهم اوريدي في الكود اهو. فانت ممكن تجرب كل دول. دول اللي موجودين في ماتلاب في الوقت الحالي يعني في 2018. بروبلي يبقى في حاجات ثانيه. الترين ال ام دي اللي هي ليفنبرج ماركر دي اثبتت انها افضل واحده، بس مشكلتها ان هي بطيئه. يعني كل ايتريشن بتاخد وقت بس 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 بتوصل للحل في اقل عدد من الايتريشنز. يعني ممكن توصلك للحل بعد 12 13 ايتريشن، بس كل ايتريشن مثلا تاخد نص دقيقه او دقيقه. بينما في حاجات تانية الايتريشن الواحده سريعه جدا بس ممكن تقعد معاك 2000 ايتريشن وما توصلش الحل. فاوريكم اهو، هوريكم نجرب كذا حاجه. المهم حطينا دي كده، يبقى عرفنا النتورك والليرنينج الجوريزم اللي هيستخدم. ايوه بهاء يا دكتور. طب معلش عندي سؤال، اشمعنى ليه يعني عدد النيورال نتورك ليه خليناه 20 و12 و10؟ تسرح كتير يا بهاء، صح ولا لا؟ انت شكلك قاعد تبرمج عمال تعمل والله مع حضرتك
شغال فريلانسنج ولا شغال مع بتعمل اسايمنت بتاع كورس اوبجكت اورينت؟ لا والله. طب ما انا قلت الحته دي بقى، مش احنا قلنا كروس فاليديشن عدد النيورونز؟ عدد النيورونز هو ما ده اللي انا قعدت في 10 دقائق او ربع ساعه اتكلم في حته الكروس فاليديشن، ان ما عندناش عصايه سحريه تقول لي عدد النيورونز بكام، فانا مضطر اقعد اجربها. تمام خلاص، انا ممكن ارجع لها تاني يعني. ماشي، هتلاقيها متسجله كويس. هقول بسرعه تاني، انا 20 و 12 دول اخترتهم بيزد على ايه؟ انا دلوقتي هجرب 20 و 12، ممكن بعد كده نجرب مثلا 15 و 10، نجرب هيدن لاير واحده، وهعتبر ان التست ديتا بتاعتي دي هي الفاليديشن. يعني انا هقعد اجرب حاجات مختلفه، وكل مره هقيس البرفورمانس على الفاليديشن ديتا اللي عندي، واختار الاركتكتشر اللي هيديني احسن نتيجه. حتى قلنا دي كروس فاليديشن، ممكن تقسم الداتا تلتين وتلت. انا هنا مقسمها مثلا 50% 50% نص ونص، واتكلمنا على الكي فولد. اوكي، على فكره الكي فولد موجود يعني، بس حد ممكن يخش منكم بقى يقعد يدعبس كده يطلعه، ممكن تستخدموه. انا هنا مستخدمها ان انا مقسم الداتا حتتين وخلاص. تمام يا دكتور. اوكي، بس مفيش زي ما قلت لكم، مفيش عندنا عصايه سحريه تقول لي. طبعا العشرة دي ما اقدرش اغير فيها، دي عدد الكلاسز، ما اقدرش العب في العشرة، لكن اقدر اغير في دول. يعني مثلا تعال نبتدي كده، لو بدات كده مثلا، يبقى المالتي ليير سترون بتاعتي دلوقتي فيها كام هيدن لاير؟ فيها 20. لا، فيها كام هيدن لاير؟ لا مفيش يا راجل. مش الهيدن لاير اللي هي النص ولا ميه. انا فاهم غلط. طب ما هو مفيش ليه بس مش 20 دي اللي هم اللي في الاول؟ لا، اللي في الاول كان بهاء. ده انت جاوبتني على الانبوت يعني. ايوه، الانبوت كام؟ 64 نص. تمام، وانا هقدر اغير في 64 دول؟ مش هقدر اغير فيهم. الانبوت 64، مين اللي عرفه ان انبوت 64؟ الكيو دي، ما احنا قلنا الكيو دي بتقول له ان الانبوت عنده 64، يبقى ال 20 دي هي اول هيدن لاير. فهمت حضرتك. يبقى هو كده مش محتاج تقول له ان الانبوت فيه 64، هو اوريدي عرف. يبقى اول هيدن لاير 20، وبعدين كده داخل على الاوتبوت على طول. ماشي. في بعد كده حاجات ممكن تبصوا على الهيلب دي، مجرد حاجات الواحد بارامترز بيعملها ديفينيشن. الليرنينج ريت مثلا انا حاطه قيمه صغيره عشان ما يحصلش اوسيليشن، بس الليفنبرج ماركر اوريدي هو بيغير في الليرنينج ريت. المينيمم جريديانت حاطه قيمه صغيره جدا عشان ما يجيش يقوم موقف لي تريننج في النص. الجول بقول له ممكن توصل ل 10 اس ناقص 5، ده الايرور، ده السكويرد ايرور. عاده 10 اس ناقص 5 يعني كتير شويه، قليله قوي يعني، ممكن 10 اس ناقص 3. بقول له اب تو 100 ايبوك، يعني ما تزودش عن 100 ايبوك، يعني الماكسيمم نمبر اوف ايبوكس 100. وبقيه الحاجات كلها مجرد ايه؟ بارامترز باي ديفولت يعني، الناس بتحطها كده. بعد كده بقول له ترين، الفانكشن بقى بتاع التريننج اسمها ترين. النت اللي انا عرفتها فوق باستخدام التريننج داتا والتارجت بتاعها. واللي يطلع حطه لي في نفس الفانكشن اسمها، في نفس الاوبجكت بتاعك اللي اسمه نت. يبقى كده التريننج خلص. لما الكلام ده يتم يعني التريننج هيبقى كده خلص. بعد كده اعمل لي بقى سيميليشن، اعمل لي تيستنج. فبنستخدم فانكشن اسمها سيم، هدخل له النت اللي اتعلمت وادخل له التست داتا. وبعد كده اقيس اشوف كم مره التست داتا طلع كلاس الصح وكم مره طلع كلاس الغلط. فتعالى نرن عشان نبتدي بقى نكسب وقت. كده في حاجه غلط، في ايرورز كده طلعت ليه؟ في حاجه مش مظبوطه. انستراكت لحظه، في حاجه يا مشكله. لحد كده كنا اوكي.
دي 20 10 بكسل بكسل فين الدنيا كده. اوكي ايه المشكله؟ warning مستنى بسيط ايه هو في حاجه مضايقه في الفانكشن دي، انا مش عارف ايه اللي حصل وانا بعمل حاجه باظت ولا ايه. خلينا نرجع تاني نخليهم كده ونشوف. كان شغال معايا الاسبوع اللي فات دكتور، بقول في ديفولت بارامتر، حضرتك كنت شايل البارامتر اللي هو التالت بتاع الاري، فحضرتك ما كنتش حاطه، كنت حاطط بس اقتصاد القيم بس، كان 20 و10 وما كانش في 12. مش مشكله، ما مش هتفرق، انا ممكن اشيل القيمه دي. هي دي مش كده بعتبرها 1 بارامتر. تمام، بياخد اري صح، ده عدد النيورونز، ده عدد النيورونز. تمام لا هو شكله في حاجه من النيو اف اف دي مش مظبوطه، ممكن اسميها فيد فورورد. اوكي هو ممكن يكون في مشكله حصلت. انا كنت برن بروجرام تاني ممكن يكون عامل كونفليكت معاه. ممكن اوكي. طيب شوف كده ثانية واحدة هحاول أظبطه. I think إن هو غالبا بيكون بتاع اللوجيستيك ريجريشن. اشوف اجرب كده ممكن يكون هذه المشكله. اعمل ريموف باث على جيسيكا بيرش. لسه نفس الهدف. في مشكله. فنطبع مثلا نساوي نفف بتاع كيو مثلا 20 10 بوكسيج بعدين مثلا جي بي ناتر فيكتور ديسبنتجز يير سايز. ايه المشكله؟ في حاجه غلط. ممكن يكون هو متضايق من ال دي. انا هتشيك يا جماعه الموضوع، يعني في يعني الموضوع ده كان المفروض يبقى شغال عادي، يعني ايه المشكلة فيه؟ أنا مش عارف. ليه مش شغال؟ أنا مش عارف. خلاص تمام يا دكتور. فيد فورورد. دلوقتي بقت
بدل النيو اف اف هو بيقول لي بستخدم الفيد فورورد اللي هي فيد فورورد داتا. اوكي اوكي طيب انا هظبط ده هشوف ايه المشكله فيه. تعال نبص على اللي فيه سوفت ماكس عشان نخلص بس الحته دي المره الجايه بقى نبقى نكمل ده. بس فكروني يعني ده ما اشتغلش انا هحاول اظبطه ان شاء الله النهارده. اللي هو بقى ايه انا مسميه فيسز باترن نت. بدل ما بنستخدم نيو اف اف دي بنستخدم حاجه اسمها فانكشن اسمها باترن نت. تمام. حتى هنا انا عامل ريموف باث لان ده بيعمل لي كونفليكت ساعات اللي هو الفانكشن دي بستخدمها بتعمل كونفليكت ف بشيلها عشان ما تعمليش كونفليكت. نفس الانبوتس نفس كل حاجه بالظبط هي زي الكود اللي فات مش هنقعد نعيدها تاني بقى. كل حاجه اكزاكتلي ذا سيم. التارجت معرفه برضو اكزاكتلي ذا سيم. في حاجه هنا ان انا بديفايد بحاول اديفايد البارامترز بس ما مش شغاله في ماتلاب. يعني بحاول اديفايد الداتا الى تريننج وفاليديشن وتستنج اتس نوت وركينج. طيب الاختلاف فين هنا بقى؟ اول حاجه ما عنديش الكيو دي حكايه المين ماكس مش موجوده اصلا. تاني حاجه بدل نيو اف اف اسمها باترن نت. باترن نت دي اوريدي جواها سوفت ماكس. يبقى دي اوريدي بتعمل لك سوفت ماكس. هاز سوفت ماكس لي. هو اوريدي بيعمل لك السوفت ماكس لي. وبعدين هنا 20 و12 معناهم ايه؟ ان انا عندي تو هيدن لايرز. اول واحده 20 وثاني واحده 12. امال الانبوت فين؟ هو اوريدي عرف ان الانبوت 64. طب والاوتبوت ال10 فين؟ هو اوريدي هيعرف الاوتبوت 10 من التارجت. ماشي يا جماعه. فهنا بكتب له فقط الهيدن لايرز الاولانيه والثانيه وبستخدم برضو ترين ال ام اللي قلنا عليها هي اسرع واحده بس. وبرضو شويه البارامترز اللي بنحطهم باي ديفولت دول كلهم قيم الواحد ممكن يلعب فيهم يجرب فيهم زي ما هو عايز. وبعدين كده بعمل تريننج نفس الطريقه تريننج والتارجت. وبعدين ممكن اتفرج على النتورك فيو نت دي بتفرجني على شكل النتورك. وبعد كده بحول بطلع الاوتبوت ان انا بعمل تيستنج على تريننج داتا وتيستنج على تيست داتا واتفرج على البرفورمانس على التريننج وعلى التيستنج. لا في حاجه غلط بقى عندي. في حاجه غلط في في حاجة عاملة لي كونفليكت يا جماعة. ف اوكي يا دكتور مفيش مشكلة يعني ممكن نشوفها المرة الجاية لو طبعا ان شاء الله باذن الله. انا اوريدي الساعة 9 ل 10 فمش هضيع وقت كتير بس هي واضح انه في فانكشن انا رنتها عاملة لي كونفليكت مع الفانكشنز دي اهو. وحتى هو قايل لي ان في هنا كونفليكت. فانا هحاول ان انا اتشيك بالظبط الكونفليكت ده جاي منين. يا دكتور واضح ان دي ميثود ليها نفس اسم ميثود في الماتلاب بالظبط. انا بس محتاج ان انا اعمل ريموف بالباث قبل ما رن. مشكله هو بيطلع لي نفس الايرور. انا هتشيك بس الكونفليكت فين ونعملها بقى المره الجايه ان شاء الله باذن الله. مش كان نفسي يعني ان احنا نرنها مع بعض النهارده بس خليها المره الجايه باذن الله مش مشكله. ماشي يا جماعه نكمل بقى المره الجايه ان شاء الله. يا ريت يا جماعه الحاجات اللي عملناها وانتوا عندكم اساينمنتس ابداوا فيها. تمام يا دكتور ان شاء الله هنسلم في الميعاد. اساينمنتس في الميعاد باذن الله. وهيبقى في امتحان في النظري بقى كل النظري بتاع الايمج بروسيسنج والفلترز والبيرسبترون والمالتي لاب سترون لحد اخر المالتي لاب سترون ان شاء الله. طب يا دكتور ايوه هيكون يوم كام؟ احنا قلنا هيبقى على يوم 29 برضه ان شاء الله. طب يا دكتور ممكن حضرتك ينزل الامتحان الصبح ولا صعب؟ يوم 29 مفيش مشكله بس بيفكريني قبلها ان شاء الله. خلاص تمام. يعني هو دكتور هيبقى تيك هوم اكزام؟
فيك هوم اكزام 24 ساعة. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. لو في اكزامبل يا ريت حضرتك تبعت لنا. حاضر ان شاء الله. انا مش بعت لكم اكزامبل الامتحان الاسبوع اللي فات. دكتور صح. بس اللي انا بعته لكم ده اكزامبل الفاينل بالظبط. اوكي بس هتلاقوا فيه جواه النظري. انا كنت الاول مثلا بعمل يعني في اللي انا بعته لكم ده كان في الترم اللي انا بعته ده ما كنتش عامل الترم فكنت حاطط في الفاينل النظري والعملي والكودينج يعني. فانتوا ممكن تشوفوا الامتحان اللي بعته لكم ده طلعوا بقى النظري اللي فيه الجري لي كورنت ماتريكس سوري الجري ليفل كورنت ماتريكس والفلترز والجريديانت والقصص دي وبعد كده البيرسبترون والمالتي ريبسبترون هتلاقوا طلعوا الحاجات دي هي دي النظري اللي موجود. وانا برضو هبعت لكم اكزامبل امتحان نظري مثلا كنت عامله الترم اللي فات او اللي قبليه ان شاء الله. ماشي شكرا نورك اشوفكم على خير ان شاء الله. الله يا دكتور شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام.